والسادة النواب المحترمون، طبقا للفصل 100 من الدستور وعملا بمقتضيات مواد النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، تخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي، ويتضمن جدول أعمالها 4 أسئلة تليها مناقشة بسؤالين في إطار وحدة الموضوع في كل من القطاعين التاليين: القطاع الأول التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والقطاع الثاني إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ووفقا للمادة 149 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نستمع أولا إلى المراسلات الواردة على الرئاسة. فليتفضل السيد الأمين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. توصل المكتب من مكتب المجلس من السيد رئيس الحكومة بمشروع قانون رقم 76/20 يقضي بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، مشروع قانون رقم 69/20 يقضي بمصادقة على مرسوم بقانون بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار شيكات، مشروع قانون رقم 70/20 يقضي بمصادقة على مرسوم بقانون متعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، أحيل على المكتب المجلس كما وافق عليه المجلس المستشارين مشروع قانون رقم 07/20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47/06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. ومن الفريق الأصالة والمعاصرة توصل المكتب المجلس مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب. توصلت رئاسة المجلس النواب ب 14 سؤال شفوي، 93 سؤال كتابي. شكرا سيدة الرئيسة. شكرا سيد الأمين. بداية أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين أن المجلس سيعقد جلسة تشريعية ستخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، وذلك مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية. كما أود أن أخبر السيدات والسادة النواب الإشارة فيما يخص الطلبات المقدمة من لدن السيدات والسادة النواب بناء على المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، فقد برمجت الطلبات التالية: الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمعالجة أزمة تشغيل الدكاترة المعطلين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد 19 عن الفريق الاشتراكي. حضرات السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا، ونستهلها بقطاع التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي بسؤالين في إطار وحدة الموضوع. السؤال الأول عن فرق الأغلبية، فليتفضل أحد النواب مشكورين. ده السيد نائب المحترم. سيدة الرئيسة. سيد الوزير، خلف جائحة فيروس كورونا أزمة اقتصادية عالمية مطبوعة بتراجع العرض والطلب بفعل اضطراب في سلاسل التوريد الدولية وتأثر حركة الأفراد وتدفق رؤوس الأموال، وهو ما جعل العديد من الدول تعيد النظر في تدبير احتياطاتها من المواد الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستمرار نشاطها الاقتصادي، وذلك على إيقاع نقاش حول توطين الصناعات والحفاظ على مراصف الشغل للشركات العالمية في بلدانها الأصلية، وبالنظر لما تمثله صناعة السيارات وصناعة الطيران وتحويل الخدمات من قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني الموجه للتصدير، والضرر الذي قد ينتج عن مغادرة الشركات العالمية العاملة في هذا المجال على مراصف الشغل وعلى صورة المغرب كقاعدة صناعية تنافسية، نسألكم السيد الوزير عن تقييمكم أولا لنتائج وآثار الجائحة على المهن العالمية للمغرب، ومن جهة أخرى عن الإجراءات الاستباقية التي تتخذونها من أجل حماية مراصف الشغل والحفاظ على مختلف الطلبيات والتعاقدات التي تجمع فروع الشركات العالمية بالمزودين ومتعهدي الخدمات على المستوى الوطني. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. سؤال الآن عن فرق المعارضة والمجموعة النيابية، فليتفضل أحد
سيد النواب تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. السيد الوزير المحترم، لا شك أن قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي لا زال يعاني من التأثير السلبي لجائحة كورونا وتداعياتها، سواء على مستوى المجال الصناعي بما فيها أساس النسيج والجلد والسيارات والطيران والصناعات الغذائية وغيرها، أو على مستوى المجال التجاري خاصة التجارة الخارجية في ظل الوضعية الصعبة التي تفرضها الأسواق الخارجية وانعكاس ذلك كله سلبا على مناصب الشغل. إن هذه الوضعية بإكراهاتها وتحدياتها تساءل السياسة القطاعية عن الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي يعرفها مخطط التسريع الصناعي، عن التدابير المواكبة للحفاظ على مناصب الشغل خاصة بالنسبة للمقاولات التي تعاني من وضعيات صعبة، عن البرنامج المعتمد للمساهمة في خطة الإنعاش الاقتصادي الذي دعا إليها جلالة الملك، عن مآل عقد البرنامج للصناعة الغذائية 2017-2021 الموقع بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية المعنية من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذا القطاع وتطويره حتى يستجيب لمتطلبات التحديات المطروحة، عن المخطط الاستعجالي الكفيل بإعطاء انطلاقة جديدة لتنمية التجارة الخارجية لمواجهة التحديات التي يعرفها القطاع في ظل أزمة جائحة كورونا، عن مآل رؤية الاستراتيجية الجديدة شكرا السيد النائب المحترم. الجواب للسيد الوزير، تفضل السيد الوزير. يمكن تفضل المنصة السيد الوزير. شكرا سيد الرئيسة، شكرا على التدخلات والأسئلة. طبعا جائحة كورونا الصعيد الدولي خلقت مشاكل كبرى، والحمد لله المغرب عرف أيضا مشاكل في الاقتصاد المغربي، لكن استرجعنا أكثر من 96% في مناصب الشغل قطاع الصناعة، ودخلنا في هذه القطاعات الصناعية غنشوفوها وحدة بوحدة. لكن اللي عشنا في هذه الفترة تبين أنه الاختيارات استراتيجية ديال المملكة عطت نتائج إيجابية، لأن هذه القطاعات اللي اختار المغرب هذه سنوات عديدة باش يمكن له يستثمر فيها ويواكبها باش تعطي هاد النتائج، الآن تبين أنها في مستوى عالي. على سبيل المثال قطاع النسيج والألبسة اللي في جميع الدول عارف واحد التراجع يعني في مستوى صعب، في المغرب الحمد لله هاد الشهور الأخيرة عرفوا يعني نمو هام ديال هاد القطاع. كنا مشينا أكثر من 40% في واحد الوقت اللي ضاعت في المغرب في هاد القطاعات، ولكن الحمد لله في هاد الأخير وصلنا الآن. نعطيكم بعض الأرقام في قطاع الصناعة على العموم، استرجعنا 96% ديال مناصب الشغل الآن. إلا خدنا بعض القطاعات واحد بحال دابا قطاع السيارات، تجاوزنا في أكتوبر 104% ديال أكتوبر 2019 في مناصب الشغل. إلا نشوفوا قطاعات أخرى، قلت لكم النسيج والألبسة وصلوا 94% الآن. ترحيل الخدمات لوفشورينغ 99%، قطاع الكهربائي والإلكتروني 97%، وقطاع الكيميات وشبه الكيمياء 96%. إذن هاد الاختيارات اللي دارت المملكة سنوات هذه أعطت نتائج إيجابية. القطاع الوحيد اللي كيعرف صعوبات على صعيد التصدير وهو قطاع الطيران،
وأجزاء تصنيع أجزاء الطائرات اللي تراجع ب 14% في هذه الشهور الأخيرة. ولكن ملي كنجيو نشوفوا على الصعيد الدولي تراجع ب 75%. إذن الصناعة المغربية يعني عاشت هذه الفترة هذه وهذه الصعوبات، والحمد لله احنا كنتجاوزوهم تدريجيا في كل مرحلة. اش اللي دار على الصعيد ديال الوزارة ملي شفنا هذا الشيء اللي وقع في العالم وتقسنا به في المغرب؟ صاحب الجلالة الله ينصرو عطى التعليمات ديالو باش جميع القطاعات يشتغلوا يشوفوا اشنا هما الامكانيات اللي يمكن لنا نخرجوا بها من هذه الجائحه، يعني باش نسترجعوا يعني جميع القطاعات اللي عندنا. قطاع الصناعه درنا استراتيجيه جديده اللي هي كتواكب ولا كتتبع استراتيجيه ديال التسريع الصناعي. على سبيل التذكير التسريع الصناعي تجاوزنا في 2019 كيف كتعرفوا 500,000 منصب شغل، وهذا الشيء مع الـ HCP ولا CNSS الناس يعني محسوبين، تنشؤوا أكثر من 500,000 منصب شغل اللي كان الهدف ديال أفق 2020. طبعا الجائحة جابت مشاكل ديالها، فهاد سنة 2020 تنشأت في قطاع الصناعة أكثر من 50,000 منصب شغل جديدة، ولكن مشات لنا 74,000 منصب شغل في هذه الفترة هذه. إذن عندنا نقص في هذا الشهر هذا ديال 24,000 منصب شغل. البعض كيقول أنه هذا الشيء ما فيه مشكل لأن هذا الشيء ضعيف، ولكن إحنا كل منصب شغل عندنا مهم جدا. كنا كنتمناو أنه سنة 2020 لو هذه الجائحة ما كانت شيء كنا غادي نتجاوزوا 70,000 أو 80,000 منصب شغل جديدة فوق 500,000 منصب شغل. ولكن هاد الشيء اللي عندنا احنا مهم اللي تبين في هاد الفترة، وهو قوة الاقتصاد المغربي وقوة النسيج الاقتصادي المغربي. كيف شفتوا عبر العالم المغرب كتعطى الآن كمثال، لأن جميع الدول عاشوا مأساة في الاقتصاد ديالهم وفي الصناعة ديالهم، التراجع ديالهم كان في نسبة يعني مهمة. إلا شفنا في المغرب قطاع السيارات بقينا كنصنعوا السيارات اللي كنصنعوا من قبل، فأكثر من ذلك كاين استثمارات جداد في هذه القطاعات. اليوم عندنا في الربعاء إن شاء الله غادي نوقعوا ثلاثة ديال الاستثمارات في قطاع السيارة، استثمارات مهمة ديال 7,500 منصب شغل جديدة. يعني في هذه الفترة ديال الجائحة ملي كتشوفوا مستثمرين كيجيو يستثمروا في المغرب، إذا عندنا مسائل اللي كتميز المملكة. طبعا الاستقرار، طبعا يعني يمكن المستثمرين المغاربة والأجانب يستثمروا في المجالات اللي بغاو، ما يكونش عندهم يعني ضغوطات باش يكون عندهم مستثمرين الأجانب يكونوا معهم مستثمرين مغاربة، أو المستثمرين المغاربة يكون عندهم ضغط باش يكونوا معهم مستثمرين آخرين. الحمد لله في بلادنا هذا الشيء ما كاينش وكيعطي نتائج إيجابية. إلا نشوفوا قطاع الصناعة الغذائية اللي دار فيها، وهو كان مخطط جديد خاص للصناعة الغذائية، عطى 209 مشروع جداد فيهم 5.8 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار، 27,740 منصب شغل مباشر، رقم المعاملات 21.7 مليار ديال الدرهم، منهم 6.3 مليار ديال الدرهم للتصدير. هادشي دار ما بين 2017 و 2021 ملي بدينا مع وزارة الفلاحة كنديروا واحد المشروع يعني مزدوج فيه الصندوق اللي تابع لوزارة الفلاحة والصندوق اللي تابع لوزارة الصناعة. إذن هاد النتائج جاو في هاد القطاع، مازال هاد القطاع يعني فيه مجال ديال التطور والاستثمار، وكنتمناو أن في الشهور والسنين المقبلة إن شاء الله هاد القطاعات كلهم
يعرفوا الزهار أكثر من ذلك. شكرا. شكرا السيد الوزير. نرحب بالسيدة الوزيرة ونمر للمناقشة. المداخلة الأولى في هذه المناقشة لفريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السادة النواب. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمين، شرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية معقبا على جواب السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على سؤال الأغلبية في موضوع استراتيجية الوزارة للتخفيف من تداعيات الجائحة على المهن العالمية للمغرب. أنصت بمعاني جوابكم السيد الوزير. بلا شك هناك جهد كبير بذل للتخفيف من تداعيات الجائحة، ينضاف إلى الجهود المبذولة في هذا القطاع. لا يسعنا في فريق العدالة والتنمية إلا أن نتمنه وننوه بكل ما بذل من جهد ونتمن الإنجازات وندعو إلى المزيد حتى تلعب الصناعة الدور المنوط بها لتحريك الدورة الاقتصادية الوطنية وتساهم بنسب أعلى في الناتج الداخلي الإجمالي كما في حل معضلة البطالة. سيد الوزير، ونحن نناقش تداعيات جائحة كورونا على المهن العالمية لبلادنا، لابد أن نستدعي التزاماتكم في البرنامج الحكومي، فقد تعهدتم بمواصلة دعم وتفعيل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 على اعتبار أنه قاطر للتنمية ويساهم في الناتج الداخلي الخام ويرتبط بتطور إنتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية. لنسائلكم عن حجم هذا الدعم ومؤشرات التزامكم بهذا التعهد، وهي مناسبة لنستحضر معكم برنامج تنزيل مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس مسا، ونسائلكم عن حالة تقدمه ومجهودات الوزارة لمواكبته، خاصة ما تعلق منه بالمنطقة الحرة وتوطين مهن صناعة السيارات وغيرها. كما ندعوكم بالمناسبة أيضا للتفكير في التنزيل الجهوي لهذا المخطط في الجهات الجنوبية الثلاث، وجعل مراكزها قلميم العيون الداخلة مراكز صناعية على غرار المراكز الموجودة ببلادنا، وارتباطا دائما مع البرنامج الحكومي وبحثاً في أسئلة الاقتصاد والنجاعة والفعالية. أثير معكم بعض العناوين مما جاء في وثيقة البرنامج الحكومي: تحسين مناخ الأعمال بهدف ولوج المغرب دائرة الاقتصاديات الخمسين، توفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، تحرير المقاولة من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، تسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى وضمان وفاء الموردين الدوليين بتوطين جزء من أنشطتهم الاقتصادية ونقل الخبرة والتكنولوجيا لفائدة اليد العاملة المغربية، وضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة المستثمرة في القطاعات الواعدة، وضع إطار خاص بتعبئة العقار الصناعي، تنويع وتحديث الأدوات المالية وتطوير مؤسسات سوق الرساميل. هي السيد الوزير بعض العناوين لإجراءات تضمنها البرنامج الحكومي قصد النهوض بهذا القطاع الحيوي والهام وإعطائه المناعة اللازمة. نتساءل معكم عن مدى تحقيقها على أرض الواقع، والهدف دائما هو تثبيت دعائم وركائز الصناعة ببلادنا وجلب رساميل دولية ومستثمرة في عديد المهن العالمية وتوطينها والحفاظ عليها، خاصة في مثل هذه الظرفية المتعلقة بالجائحة. كما الهدف نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى اليد العاملة الوطنية واكتساب المهارات القائمة على الابتكار التكنولوجي. السيد الوزير، إن هذه الجائحة هي ظرف استثنائي صادفنا في الطريق، فكما هو محنة
فيمكن أن يكون منحة ويتحول إلى فرصة للإقلاع بالنظر إلى المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، ستمكن من تحسين أو من تحصين المكتسبات وجلب مزيد من الرسامين الدولية للاستثمار، وهذا ما جاء في معرض جوابكم. فإذا كان من المطلوب إضافة إلى كل ما تحقق أو ما تحقق هذه الاستثمارات هو نقل التجربة والخبرة إلى اليد العاملة الوطنية، فكان لزاما نهج سياسة جديدة وناجعة للابتكار تحرر الطاقات بهدف تحقيق نموذج صناعي جديد آمن وواعد قائم على ابتكار تكنولوجي. ولأجل هذا لابد من أولا تحفيز رأس مال الفكري من باحثين ودكاترة ومبتكرين ورواد الأعمال، إزالة كل العراقيل التي تعوق البحث العلمي إدارية كانت أو مصرية والاستفادة منه في مجال التصنيع، زيادة في ميزانية البحث العلمي والاقتراب من المعدل العالمي، إدماج حقيقي للجامعة في السياسات الصناعية وسياسات التطوير، اعتماد الإجراءات القانونية والإدارية التي تسهل انفتاح الجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي، خلق تعاون وشراكات بين المؤسسات العمومية والمقاولات، ويمكن هنا أن تلعب المجالس الجهات دور أساسي في هذا التعاون، البحث والاعتماد على التكنولوجيا العالية منخفضة التكلفة كما هو في بعض دول آسيا. ختاماً السيد الوزير، ومن أجل ترشيد الجهد المادي والبشري قصد بلوغ الأهداف في التقدم والتنمية لبلادنا والعيش الكريم لمواطنينا، لا بد أن أذكر لعل الذكرى تنفعنا جميعاً إلى أن الحاضنة الرئيسية التي ساعدت على هذا النجاح والإنجاز هي ما تميز بها بلدنا من استقرار وأمن. لهذا علينا جميعاً مؤسسات وأفراد العمل على الحفاظ على هذا المكتسب وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلباً، وعلينا أيضاً استشراف المستقبل بنفس جماعي إيجابي ينتصر على كل معيقات وعلى رأسها الأزمة التي سببتها الجائحة. شكراً لكم. شكراً سيد النائب المحترم. المداخلة الثانية لفريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد النواب أو النائبات. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير، السادة الزملاء، السيدات الزميلات، مساءكم سعيد. يشرفني أن أخذ الكلمة باسم زملائي في فريق الأصالة والمعاصرة. السيد الوزير، رهنت الحكومة على قانون المالية 2021 لترميم ما يمكن ترميمه من مخلفات الاقتصادية والأعراض الجانبية ديال كورونا، وطبعا هذا إضافة إلى المشاكل الاقتصادية اللي كانت من قبل، وإذا الشيء الذي زاد الأمر يعني سوءا. وعلى رأس هذه القطاعات اللي هي كانت يعني مضرورة هو القطاع الغير مهيكل، هذا إضافة إلى طول أجل الأداء بالنسبة للمقاولات والإجراءات الإدارية الثقيلة والطويلة. سيد الوزير، هناك عدة معطيات جاتنا من الاتحاد العام لمقاولة المغرب من المندوبية السامية للتخطيط، بأن الأزمة الاقتصادية الحالية المرتبطة بالفيروس طبعا قد كشفت بأن الأزمة يعني تحوم حول القطاع الغير مهيكل بالدرجة الأولى، وبان بأن حوالي يعني اكتشفنا بأن المغاربة حوالي 50% من الاقتصاد الوطني كله غير مهيكل، هذا إضافة إلى أن يعني 5.5 مليون من الأسر المغربية كان حالها متوقفا بشكل يعني تقريبا كانت غتكون سكتة قلبية لولا تدخل الدولة بأمر من صاحب الجلالة. كما هو معلوم وما كتعرفوا جميعا بأن القطاع الغير مهيكل فيه الاجتماعي وفيه الغير الاجتماعي. الاجتماعي مع الأسف كيضم واحد المجموعة جد هشة على جميع المستويات الاجتماعية وكذلك التعليمية والاقتصادية، أذكر منها
يعني الشباب المنقطع عن الدراسة، الشباب الخريج من التكوين المهني، والنساء المعيلات للأسر. هاد النساء بالذات الأغلبية منهم 67% منهم كلهم أميات وما عندهم حتى شي مؤهل تقني ولا مهني باش يمارسوا المهنة اللي هما كياكلوا بها الخبز وكيصرفوا بها على وليداتهم. هذا إضافة إلى هناك الجانب طبعا المشكل ديال أن الإدماج ديالهم غادي يطلب واحد يعني واحد جهد كبير، لأنهم على المستوى الشخصي والتكويني ضعاف، وبالتالي فهاد الهشاشة كطلهم على جميع المستويات. هناك الجانب كذلك ديال القطاع يعني الغير مهيكل ولكن اللي هو غير اجتماعي، وهادو كيمشيو للناس اللي هما دايرين حساباتهم واللي عارفين بأن الهدف ديالهم ربحي محض وأنهم التهرب من الضرائب. وهذا مشكل كبير جدا، لأنه هذه المقاولات لا تصرح ولا تؤدي ما عليها، وقطاعات بأكملها تشتغل داخل هذا القطاع لأسباب غير اجتماعية بتاتا. هذا إضافة إلى أننا اكتشفنا بأن هذا القطاع هذا اللي كيربح وما كيأدي للدولة والو، ما كينصفش حتى الناس اللي كيشتغلوا عنده واللي يعني بالإدلاء بهم ولا بتصريح بهم بطبيعة الحال، وتكون عندهم الحماية الاجتماعية. هاد الوضع هذا كيجعل ان الناس اللي عندهم المقاولات وفي القطاع المقنن والمنظم كيحسوا كانهم جوج تلاميذ داخلين الامتحان، واحد كيعتمد على الذاكره واحد كينقل، وبالتالي ما كاينش هناك كفاءه او تكافؤ الفرص وما كاينش هناك عداله جبائيه. وبالتالي فان هاد الناس هادو يعني يصرون على ان هاد القطاع هذا يهدد مناصب الشغل في القطاع المهيكل، وكذلك يضيع على الدولة مداخل جبائية تقدر بالملايير وإمكانيات رفع المردودية الاقتصادية والتنافسية، بحيث تمس هذه الدائرة قطاعات الصناعية والتجارية والخدمات، يعني كل هذه القطاعات اللي هي في يعني في المجال ديالكم. وعليه ولمحاصرة هذه الظاهرة ونعني طبعا القطاع الغير المهيكل، نقترح في حزب او في فريق الأصالة والمعاصرة جوج المسائل. اولا تقوية الترسانة القانونية والزيادة من مرونة الدولة في تعاملها مع هذه الأنشطة، يعني بهدف ادخالها في الإطار المنظم والمقنن بشكل سلس. ثانيا المسألة الثانية وهي كنصر كثيرا على الدفع وتطوير الاقتصاد الاجتماعي، وهذا الجانب هذا هو غادي يمصنا وغادي يستوعب لنا يعني الفئة اللي هدرت عليها في الأول، وهي الفئة اللي كتخدم في القطاع يعني الاجتماعي في المجال الغير المهيكل. وبالتالي يعني إضافة إلى هذه الأفكار كلها، لابد من التفكير في التكوين ومواكبة هؤلاء حتى أنهم يمكن لهم يوجدوا نفسهم بشكل تدريجي في القطاع المنظم والمهيكل. السيد الوزير غادي نتكلموا على أمر آخر، وهي أنه الحكومة خضعت التجار وممارسي المهن الصغيرة لمساهمة جبائية موحدة، وبما أن هذا الإجراء السيدة النائبة المحترمة المداخلة الموالية للتجمع لفريق التجمع الدستوري، يتفضل أحد، تفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الرئيسة، سيدة الوزيرة، سيد الوزير، سيدات والسادة النواب، قبل ما ندخل في السؤال، ما يمكنش ما نتكلموش اليوم على هذا الإنجاز اللي
وصلنا له اللي داروا جلالة الملك، وهو اعتراف بالمغربية الصحراء من طرف الولايات المتحدة. يمكننا نقولوا أن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله دار المسيرة الخضراء في 1975. جلالة الملك محمد السادس جعل أكبر دولة وأقوى دولة اقتصاديا كي تعترف بالمغربية الصحراء في 2000. فهذه سيت اون كونسيكراسيون ديال 45 عام. الآن غادي ندخل في السؤال في الموضوع ديال اليوم. السيد الوزير ما نحتاجوش ندوي على الماضي اللي تحقق، راه تحقق كل شيء عارفه. اليوم اللي كيهمنا وهو ما بعد كوفيد، ما بعد أزمة كوفيد. اللي كيهمنا وهو شنو كنوجدوا في المغرب باش نجلبوا الاستثمارات، وهو شنو التوفير أحسن شروط لملائمة لجلب الاستثمار في المغرب. لأن شنو غادي يوقع؟ اللي غادي يوقع وهو الاستثمار كله في العالم غادي يتغير. لماذا غادي يتغير؟ غادي يتغير لأن كنشوفوا أن البلدان لا سيما بلدان الغرب كلها غادي في التوطين ديال الاستثمار. ولماذا غادي التوطين ديال الاستثمار؟ غادي التوطين الاستثمار لأن شافت راسها أن العولمة واخا جابت بزاف ديال الأشياء للعالم اقتصاديا، جابت أشياء إيجابية جعلات من الصناعة ديال والاقتصاد وبالأخص الصناعة في الغرب شيئا ما ضعفتها، لأن الصناعة في الغرب اضطرت توقف بعض الأحيان لأن بعض الأجهزة كانت تصطنع في الصين وجعلوا هما كيوقفوا لوزينات ديالهم في أوروبا أو في أمريكا. فاليوم خاصنا نشوفوا هما بنفسهم كيشوفوا كيفاش يديروا توطين، ولكن ما غادي كلهمش يديروه 100% امبوسيبل نظرا لا كومبيتيتيفيتي. إذن البلدان بحال المغرب هو حل بالنسبة لهم لأن قراب لأوروبا وبالأخص بالنسبة لأوروبا ويمكن حتى لأمريكا، ونظرا أن عندنا اتفاقية التبادل الحر مع 55 دولة ويمكننا نستافدوا من هذا الشيء كل شيء ونجعلوا من المغرب يكون اون بلاتفورم لا الاستثمار هنا ولا حتى التصدير ديال الاستثمار لأفريقيا. فهذا هو اللي بغينا نعرفوا السيد الوزير، كيفاش غادي نهيئوا راسنا لهذا الشيء؟ ومعلوم الا درنا هذا الشيء كل شيء ولا سيما ما نساوش اننا اليوم داس في لجنه الماليه ان كاين صندوق اللي عاد صوتنا عليه اللي صندوق محمد السادس اللي غادي يكونوا فيه الاموال واللي غادي يجيبوا الاموال من المغرب ومن الخارج. اذا المال غادي يكون والمستثمرين كاينين في العالم، خاصنا غير احنا نوجدوا راسنا. معلوم يمكننا نجعلوا من مثلا مدينه الداخله لاس بالماس جديده، فاطمه تبقى لاس بالماس هي اللي كتمول ماشي كتمول ولكن كتفغني كاع هاد الدول ديال افريقيا الغربيه. لاس الداخله هي اللي غديرها والاقاليم اخرى ديال المغرب كبن سليمان وكاقاليم اخرى باش كل شيء يستفاد من هاد الشيء. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. مداخله المواليه للفريق الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه، فليتفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيده الرئيسه، السيد الوزير، السيدات والسادة البرلمانيين النواب المحترمين. السيد الوزير غادي نتفاعل معك في ثلاثة ديال المواضيع. الأول هو السياسة ديال الاستبدال الاستيراد بالصناعة الوطنية. راه ما كاينش بديل على الدعم المباشر بدل التعويل فقط على الرفع من الحواجز الجمركية. راكم شفتوا شنو وقع البوليستير اللي مع الأسف تم التسييس ديالو وفوت علينا الفرصة،
باش ندعموا بروز سياسه وطنيه في هذه الماده. ولكن بالاضافه للدعم المباشر والحواجز الجمركيه راه خصنا السيد الوزير نوجد واحد القائمه ديال الحواجز غير جمركيه اداريه وتقنيه وعلميه. الهدف ماشي نزعه حمائيه ولكن دعم المنتوج الوطني باش نخرطوا اكثر في العلماء. ثانيا السيد الوزير راه التنافسيه ديال المقاولات على المستوى الدولي كتجي من تسهيل عمليه تحويل المواد الاوليه ودعم الحصول على الاليات الصناعيه ودعم التصدير. خصنا لابد نوضعوا الاليات لدعم سلاسل القيم ديال الصناعه. ناخذ مثلا الصناعه ديال السيارات، فين عندنا الخصاص في سلاسل القيمه اللي صعيبه وعندها مردوديه قليله؟ بحال دابا الا شفتي هذوك ورشات ديال التصنيع ديال الحديد لي فورج، دوك المعالجه السطحيه ديك تريتمون دو سيرفاس، ديك المعالجه الحراريه المعادن لو تريتمون تيرميك دي ميتو، ما هو الكتروني ميكانيكي، تقنيه ديال حقل البلاستيك، صناعه القوالب، تقنيه نسيج وخيوط السيارات. اللي عندنا دابا هو صناعه الاغطيه واغطيه المقاعد، وهذا الشيء فقط في قطاع السيارات، ما بالك قطاعات اخرى. اذا شنو اللي خصنا نديرو؟ خصنا ندعموا سلاسل القيم عبر صناديق خاصه ديال هذه المواد الاوليه كما تفعل الدول الاخرى، باش تكون تابعه مثلا لصندوق محمد السادس للاستثمار اللي بالمناسبه وافقنا عليه اليوم في اللجنه ديال الماليه. وخصنا ندخلوا باش يمكن لنا اننا ندعموا هاد يعني سلاسل القيم قبل الوصول الى يعني الى قطاع الغيار. وخصنا كذلك ندخلوا باش ندعموا اليات التصنيع لوتي اندستريال، راه اهم حاجه اللي من ناحيه التكلفه في مصنع مثلا ديال السيارات هو اليه التصنيع والمواد الاوليه، والاولى راه قاره والثانيه غير قاره، هذه مهمه. والمساله الاخرى هي دعم التصدير اللي كنقوموا به مزيان، ولكن راه خصنا لابد اننا ندعموا اكثر باش تكون عندنا التنافسيه مع الاتراك، مع التايوانيين، مع الكوريين الى غير ذلك. كاينه مساله اخرى السيد الوزير، المساله الثالثه، عندنا دابا ثلاثه الانواع ديال المقاولات في الصناعه. كاين اللي كيتم التسيير ديالها بطريقه معقوله، ولكن المستوى ديال الاستدانه ديالها في علاقته مع الارباح قبل الفوائد والضرائب وخفض القيمه والسيارات قبل الصوائر طالع على 7%. هذيك 7% هي اللي كتشترطها اللجنه ديال اليقظه ديال كوفيد. ولكن كاينه هذه المقاولات راه كانت ضحيه ديال منافسه غير شريفه والاغراق من طرف صناعات مدعمه بشكل كبير اللي جايه من الصين ومن تركيا. لهذا شنو جرى لهذه المقاولات؟ استهلكت الراسمال ديالها لمواجهه هذه المنافسه الشرسه. وكاين مقاولات اللي هي مسيره بطريقه ناقصه من ناحيه الحكامه والفحص وغياب الاستراتيجيه والرؤيه، وكتعامل بالكاش، تتعامل بالنقد، ولكن عاده مستورده واللي عندها نسبه ديال الاستدانه في علاقتها مع الارباح قبل الصوائر مزيانه. اذا هذه المقاولات اللي هي مستورده هي للان صارت يعني انها عندها نسبه ديال الاستدانه اللي معقوله، وهي اللي استفدت من الدعم ديال الدوله لانها عندها هذيك النسبه يعني اقل من 7%. اذا شنو درنا؟ كندعموا المقاولات المستورده، كندعموا سوق الشغل في دول اخرى، بينما لا ندعم سوق الشغل. اذا لابد خصنا نشوفوا هذه المساله ديال الرسمله ديال المقاولات، خصنا لابد اننا نشوفوا هذه المساله، نشوفوا ندير واحد دياغنوستيك ديال المقاولات واللي عندها الحكامه جيده ما يمكنناش نطبقوا عليها هذه المعايير ديال مثلا ديال العلاقه ما بين المدونيه فيما يخص الصوائر. اذا خصنا لابد نوضعوا معايير اخرى لدعم المقاولات الصناعيه مرتكزه على الحكامه والشفافيه الماليه. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. الان الفريق الحركي فليتفضل دور السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، إخواني أخواتي الحضور الكريم. السيد الوزير، أولا كنشكرك يوم الأربعاء البشرى اللي عملتي للساكنة القصر الكبير، اعتبرناها بمثابة عرس إحداث منطقة صناعية في اللمسات الأخيرة. مشكور على المبادرة ديالك، وهذا اللي عرفنا عليك، لانه ملي كيكون واحد القطاع عند واحد السيد اللي هو محترف في الميدان ديالو اللي ولد المهنه، دائما كتكون عنده مردوديه في العمل ديالو. وكذلك السيد الوزير، سجلنا بالايجابيه التعاطي ديالكم مع الكورونا، بقيتوا واقفين مع المواطنين، بديتوا بالكمامه ثم الاسره الاطباء ثم الاستثمار
الى غير ذلك. الوقفه ديالكم كانت حاضره والمواطن كيشوف. ولهذه تحسب لكم السيد الوزير. وننتقل كذلك الى العرس الكبير. اخوان كانه شيء ما حتى حاجه ماكينه، والعالم مروع، المواطنين المساكين كلهم فرحانين بالمبادره ديال سيدنا الله ينصروا مع الدوله الامريكيه الصديقه اللي خرجت من الرونده ديالها ونصف في المغرب وطاتوا حقه 45 عام ونحن نعاني من هذا المشكل. اليوم جات فرصه خصنا نستثمروا ايها الاخوان. وكذلك مسيو الطام اللي عمل مبادره ورفقه بالمرسوم، ماشي كلام في التلفزيون، مرسوم باش كيوثق، ثم خريطه محدده، ثم الاستثمار داخل الوحده الترابيه، الاستثمار بالمواكبه للاستثمار، ثم السفاره. وما ادراك ما السفاره ايها الاخوان؟ اللي مواطن وعنده الوطنيه في الدم ديالو راه شعر بهذا الشيء، واللي عنده زي النقص الله يهديه تعرف حقيقه هذه الاشياء. ثم كذلك ايها الاخوان والاخوات نتكلم، يمكن تلتزم بالتعقيب على جواب السيد الوزير. صريحات قضية الصحراء المغربية قضية وطنية لا يمكن أن يزايد فيها أحدنا على الآخر. اش كتقول هذه؟ اليوم اسمح لي، اليوم أيها الإخوان والأخوات، السيد النائب المحترم، اسمح لي السيد النائب المحترم، هذا فيه تقليل للإحترام للرئاسة. اسمح لي السيد النائب المحترم، رجع المقتضيات، رجع المقتضيات النظام الداخلي، تعقيب النواب يجب أن يكون في الموضوع ديال جواب السيد الوزير. نعم نقطة نظام، تفضل السيد نائب السيد الرئيس الفريق الحركي. ودابا باش حضرنا معك أنت الرئيسة ما نصبوا معاش يقولوا لنا عاود ثاني. نقطة نظام السيد الفريق الحركي. أيها الإخوان والأخوات. اسمح لي السيد النائب المحترم. السيدة الرئيسة المحترمة، ما عمرنا شفنا في الجلسة ديال البرلمان المغربي أن نائب برلماني تعبر على الرأي ديالو بكل حرية، بكل ما كيتمليه الدستور من حرية ديال التعبير والإدلاء بالمواقف، ورئيس الجلسة تيحبسو أو تيشوش عليه. هذا غير معقول وغير مقبول نهائيا. اسمح لي وتراجع السيد الرئيس على هذا الموقف ديالك. اسمح لي السيد، وخلي السيد النائب يعبر على الراي ديالو. هذه بدعه السيد الرئيس. شكرا. يمكن ترجع المقتضي القانون الداخلي. شكرا. شكرا السيد الرئيس. لا نصبق بالرؤساء. السيد الرئيس خليني نتكلم. مرحبا والدين. اذا نعم كاين اللي رفع قبل السيد. وعلى الملك ديالي والوطن ديالي انا اللي فرحان. السيد النائب المحترم، تفضل السيد النائب المحترم. شتى اصلح احد اعضاء الحكومه مع احد القنوات المعاديه للتراب المغربي، المعاديه للتوجهات المغربيه، تفضل المغرب. تفضل السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم، لهذه الجلسه ضوابط يجب أن تحترمها. سيد النائب المحترم، المرجو احترام مقتضيات النظام الداخلي. السيد النائب المحترم، المرجو احترام مقتضيات المنظمة لهذه الجلسة. نعم كاينة نقطة نظام، تفضل السيد. السيد النائب المحترم، تجاوزت وقتك وتخترق ضوابط النظام الداخلي للمجلس. اسمح لي السيد النائب، السيد النائب المحترم، اسمح لي السيد النائب المحترم. تفضل السيد الرئيس. نقطة نظام لرئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعاونية. تفضل السيد الرئيس. انا طلبت نقطة نظام السيد الرئيس. نعم نقطة نظام. الله يخليكم، دفاعا على هذه المؤسسة. السيد النائب المحترم، ما عطيتكش الكلمة باش ترجع للمنصة. رجاء يجب أن تحترم مقتضيات النظام الداخلي. السيدة الرئيسة،
على كل انا عندي نقطه نظام. السيد الرئيس تفضل. عفوا السيد تفضل. السيد الزعيم. انا رئيس الجميع رجاء انا الصغيره على تنظيم الجلسه. رجاء نقطه النظام عند الرئيس ديال الفريق. المرجو السيدة الرئيسة. المرجو الالتزام بمقتضيات مواد النظام الداخلي. تفضل السيدة الرئيسة. السيدة الرئيسة الله يخليك. نعم. وأنت رئيسة هذه الجلسة. أنت رئيسة هذه الجلسة ومن حقك بطبيعة الحال التنظيم والحفاظ على السيد العادي ديالها بتطبيق القانون. نعم. فلذلك لا نسمح لأي أحد أن يحول هذه الجلسة إلى غير المواضع المحددة. باش نكونوا واضحين. وثانيا فعلى السيد النائب ان يسحب كلمه. اش كتقول هذيك السيده الرئيسه وليست هذه. واش كتقول هذه يا سيد النائب؟ اسحب هذه الكلمه باسم المجلس. الله يخليك تخربيق هذا الشيء ديال الزبال. سيد الرئيس نقطه النظام. السيد الرئيس السيد النائب المحترم السيد ما عندكش الكلمه وما عطيتكش الكلمه وخصك ترجع للمكان ديالك. والا ساضطر لتطبيق المقتضيات النظام الداخلي بحذافيره. السيد النائب المحترم لكن ما الوقت ديالو تجاوزه. السيده الرئيسه تفضل. السيد النائب تفضل. السيد النائب السيد النائب المحترم السيدة الرئيسة تفضل. السيد الرئيس فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام. تفضل سيد فريق العدالة والتنمية في نقطة نظام. تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة احنا ما يمكنناش نستأنفوا الأشغال ديال هاد الجلسة إلى هاد السيد اللي هو راه في هذيك المنصة والذي يسيء المنصب ديال النائب البرلماني بالإشارة إلى السيدة الرئيسة. شنو كتقول هذه؟ هذه إساءة للمنصب لأنه ما عارفش هذاك الكرسي اللي راه في هذه المؤسسة شنو كيعني من ناحية الاعتبارية. السيدة الرئيسة كان عندنا اليوم لقاء مع السيد وزير الخارجية وفي إطار الاجتماع اللي دار الرئيس مع الرؤساء كان بودنا أن كل فريق فيما يتعلق بالقضية الوطنية اللي فيها الإجماع والحدث الذي كان نعيش فيه أننا غادي نجيو وكل فريق غادي يعبر على ذاك الشيء. دابا ما العلاقة بين هذا الشيء اللي كيقولوا هذا السيد النائب في هذيك المنصه مع السيد الوزير في الحكومه اللي عنده علاقه بالاستثمار اللي كيقول حنا والملك ديالنا؟ طبعا الملك ديالنا كاملين. واش غادي نوضوا نبقاو نغوتوا ونقولوا حنا والملك ديالنا وغادي نديروا في الا راه حنا كنتكلموا على واحد الموضوع. اسمح لي السيد الرئيس. حنا كنتكلموا على موضوع الرئيس. تجاوزت الدقيقه السيد الرئيس. السيد الرئيس تجاوزت الدقيقه. السيدات والسادة النواب المرجو من الجميع أن يلتزم بالمقتضيات النظام الداخلي وبالأخلاقيات السلوكيات اللازمة، وبالتالي لا يمكن إلا أن نخاطب بعضنا بعضا بالنائب المحترم وكذلك بالنسبة للسيد النائب المحترم راه تكلم مع السيد الفريق فيما يخص الإساءة للرئاسة والتي قد تستوجب أن يمشي من الجلسة. ولكن أنا السيد النائب المحترم تفضل نقطة النظام. شكرا السيدة الرئاسة عطفا بهذه المؤسسة التشريعية اللي هي ديالنا كاملين ديال المغاربة كاملين. السيدة الرئيسة احنا بصدد مناقشة واحد الموضوع كيهم الصناعة، والسيد الوزير تنقل لنا باش يعطينا أجوبة على الصناعة. بطبيعة الحال احنا كنا متحمسين القضية الوطنية، هذا شيء هذا لا شك فيه ولا جدال فيه،
ولكن بالنسبة لنا سيد النائب المحترم بكل احترام وتقدير، نحترم الجميع، نحترم الرئاسة، نحترم السادة والسيدات النواب، فلا داعي باش ندخلوا في واحد النقاش اللي لا جدوى منه وأنه صاعدة. من فضلكم أنا كنشوف بأن السيد النائب مازال عنده واحد هذا واحد دقيقة، السيدة النائبة أنا شفتها، نخليه يكمل الكلام ديالو في المساءلة مناقشة مع السيد الوزير ولا خروج على هذا الموضوع. شكرا لكم السيدة. شكرا السيد النائب المحترم. الكلمة لرئيس فريق التجمع الدستوري، تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الرئيسة أظن أن الانفعال والأجواء اللي طارت في القاعة هي اللي خلات السيد النائب أن يقول لك اش كتقول هذه. أنا كنطلب منه أنه يسحبها، ولكن السيدة الرئيسة ما يمكنش أننا واحد الإنسان كيعبر على موقفه، واحد النائب كيعبر على موقفه ونوقفوه بهذه الطريقة. ربما هو من اللي كيتكلم على القضية الأمريكية والاعتراف الأمريكي، راه في الأخر ديالو ربطها بالاستثمار داخل المنطقة. وموضوع ديال النقاش ما كاينلاش علاش نوقفوها السيدة الرئيسة. إذا كنطلبوا من السيد النائب شكرا السيد الرئيس ديالو بسميتو انه يسحب هذه الكلمة وقدم اعتذار. دريس الازمي هيت خديتي كلمة من قبيلة وكيطلب الكلمة، انا غنرجع عندك السيد رئيس الفريق. تفضل السي مبيع. تفضل السيد النائب المحترم رئيس الفريق الحركي. الان كلمة السيد الرئيس. شكرا السيدة الرئيسة. الاحترام يكون متبادل، الاحترام يكون متبادل باش نحافظوا على الوضع الاعتباري ديال هذه المؤسسة. السيد النائب المحترم تدخل وعرج على موضوع اللي تهمنا كاملين، ما عرفتش فاش فينا هي المظلة أنه يعبر على هذا الموقف الأمريكي الشجاع واللي كنتنيو عليه كاملين ونهنيو جلالة الملك عليه. ثانيا مشى وقالوا بدي كاين امكانيه ديال الاستثمارات في الاقاليم الجنوبيه، وهنا كيرتبط مع القطاع ديال السيد الوزير. ما كانش نزوجوا عليه ونحبسوا ونطفيوا شي بشويه. والسيد النائب اللي قبل منه تعرض لهذا الموضوع هذا وما حبسناه شايت ومن حقه. وهذه قضيه شاده المغاربه كاملين وما نزيدوش عليها فعلا. واللي بغى يعبر ها المنبر ينوض، واللي في قلبه شي حاجه ماشي هنا وماشي بهذه الطريقه. اليوم هذه قضيه اجماع وطني، اجماع وطني، وهذه الرايه عاليا ديال المغرب وكنعتزوا به. السيد النائب دقيقة، والسيد راه باقي عند دقيقتك. عندما انتهي من نقط النظام، السيدة والسادة النواب، السيد النائب المحترم تفضل. إذا اكتفينا من نقط النظام. نعم تفضل السيد النائب المحترم. لا الفريق ديال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. شكرا السيدة الرئيسة. أنا نقطة النظام أساسية السيدة الرئيسة، وأنه السيد النائب المحترم كان يتحدث وحرية التعبير مكفولة وناظر بأجلها الكثيرون، قدموا تضحية جسام من أجل حرية التعبير. السيدة الرئيسة لك الحق في أن تعقبي بعد أن ينتهي من مداخلته، وأن توضحي إن كان هناك خروج عن النص أو أي شيء من هذا القبيل. المرفوض تماما، وأن يتم تدخل سواء منك أو من أي أحد الآن في القاعة ضد أي نائب أو نائبة برلمانية يتحدث في ذلك المنبر. إن كان هناك خروج عن الموضوع لك الحق في أن تنبهي بعد الانتهاء، وتطلبي السحب وتطلبي الاعتذار بعد الانتهاء. الخلل الذي حدث هو أن تمت مقاطعة السيد النائب أثناء تعبيره في وقته القانوني، ونتمنى أن يتم قبول الآراء بيننا والحوار بشكل أريحي ومقبول ليعم فعلا احترام هذه المؤسسة وإعطاها القيمة اللازمة التي تعتبر مربط إنتاج السياسة العمومية ببلادنا. شكرا السيد النائب المحترم، وشكرا على الملاحظات. أظن أنني مكلفة بتنظيم أطوار هذه الجلسة وبتطبيق مقتضيات النظام الداخلي.
وإذا رجعت المواد النظام الداخلي التعقيبات التي يمكن أن تخرج على الجواب السيد الوزير، أنا خليت في الأول المداخلة اللي قبل عندما أطرت المداخلة ما وقفتوش، عندما أطر المداخلة ما وقفت السيد نائب المحترم، ولكن عندما استمر واسترسل في الموضوع عملت له أنه يرجع التعقيب دياله أن يجيب على السيد الوزير. إذن أنا هذا إذن السيد نائب المحترم سمح لي ما نبقاوش هنا ما ناخذوش المناقشه واش من حقي ولا ما من حقيش. تفضل السيد نائب الى باقي لك شي دقيقه كمل المداخله ديالك. سمح لي السيد الرئيس المحترم، ما يمكنش تفرض عليا التقدير ديالك، ما يمكنش تفرض عليا التقدير ديالك. تفضل السيد النائب، انا نبهته يلتزم بالتعقيب على الجواب السيد الوزير. تفضل السيد النائب. غادي نكمل المداخله، غادي نكمل المداخلة، غنكمل المداخلة ديالي. ليس لها الحق، ليس لها الحق. نعم تكمل المداخلة ديالك مع الالتزام بمقتضيات النظام الداخلي دون إساءة للرئاسة. ليس لك الحق إساءة للرئاسة تستلزم إخراجك من الحصة. أنت أسأت للرأسة، كنشكر رئاسة وعصابة بالأغلبية والمعارضة، والإساءة للرئاسة تستوجب التوقيف وتستوجب الإخراج من القاعة. اسمح لي التزام بمقتضيات النظام الداخلي. العبراني ما عندكش الحق، ما عندكش الحق العبراني. السيد النائب المحترم ما عندكش الحق، ما عندكش السيد النائب المحترم ما عندكش الحق. السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم حتى تلتزموا الجميع. السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم. السيد النائب المحترم، أنا اللي كنسير الجلسة، المرجو أن لا تتكلم إلا بإذن. السيد النائب المحترم تفضل. السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم استمر، السيد النائب المحترم استمر. إذا استمرت في الإساءة للرئاسة أنوقف الجلسة. السيد الوزير، نطلب منكم باش يكون المعامل ديال السيارات في كركرس في الاراضي العازله، باش السياره تولي قريبه للاخوان ديالنا افريقيا. وكنسولك ما هي الحجم الاستثمارات اللي اعلن عليها امريكا والمغرب في المنطقه الجنوبيه، وخصك تجاوب علينا. وفي نفس الوقت منين نشوف ديك الطابور ديال السياره طالعه من طنجان هود كنفرح، كيعجبني الحاله عباد الله، الالاف ديال الطوموبيلات هود طالعين. وفي الختام غادي نشكر الدول الصديقة والدول الشقيقة وكل ما نتعاطف مع هذا المغرب. السيد النائب المحترم انتهى وقتك، استنفقت وقتك السيد النائب المحترم. المداخلة الموالية للفريق الاشتراكي فليتفضل أحد النواب مشكورا. نعم السيد النائب المحترم، نقطة نظام من حقي نعطي له نقطة نظام. السيدة الرئيسة، شوف السيدة الرئيسة، السيدة الرئيسة المحترم، السيدة الرئيسة أنا طلبت نقطة نظام تسيير جلسة. السيدة الرئيسة لا زلت لم تعالجي أمرا مهما. النائب المحترم تكلم توجه للسيدة رئيسة الجلسة المحترمة وقالش تتقول هادي. شوف لا تسحب رسميا، ماشي مخبي. ثانيا الإجماع الوطني والقضية الوطنية لا تخدم بالصراخ وبالعويل، تخدم بالمواقف الثابتة وما كاينش تشكيك. وثانيا نحن نعيش في دولة الحريات والحقوق، لكل واحد الحق أن يعبر عن أي رأي، ما غاديش تكمموا الافواه. وهذا هو اللي تيخدم القضيه الوطنيه. القضيه الوطنيه تخدم بالمؤسسات، تخدم بالحقوق وبالحريات، تخدم بحريه التعبير. هذه هي، هذه هي. ثانيا السيد الرئيس لا يمكن ان نستأنف اشغال هذه الجلسه كما قال السيد رئيس سينور الدين مضيان الا ان يتم الاعتذار رسميا لرئاسه الجلسه. هذا في اهانه للمراه واهانه لرئاسه الجلسه.
إذا السيدة والسادة النواب نرفع أشغال هذه الجلسة ونعود بعد 10 دقائق. توقفنا عند مداخلة الفريق الاشتراكي حول رد السيد الوزير المحترم. نعم نقطة نظام، تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة، حضرة السيدة والسادة، السيد الوزير، ولأن كنا كنتمناو أن الأشغال ديالنا تستمر في جو ديمقراطي تسودو يعني الحرية في التعبير، ولكن مع كامل الانضباط للنظام الداخلي، ونتمناو على الله هذا النظام الداخلي يا السيدة الرئيسة يطبق بحذافره على الجميع. أنا حضرت جلسات وجلسات كانت فيها إشكاليات من هذا النوع ولم تتأثر لا بالتوقف ولا بأي شيء آخر. سيد الرئيسة، وتنبغي التقدير والاحترام يكون متبادل لا بين النواب ولا بين الرئاسة، والسيد الرئيسة راك على رؤوسنا. شكرا. شكرا سيد النائب. أنا أتحمل تسيير ورئاسة هذه الجلسة وصهرت فيها على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي وخاصة في المادة 151. نستمر في إذن الكلمة للفريق الاشتراكي في إطار التعقيب على رد السيد الوزير المحترم. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيدة الوزيرة المحترمة، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين. أولا السيدين الوزيرين نعتذر على هذا التوقف، وفعلا المسار الديمقراطي ديال بلادنا لابد كيعرف هذه الحالات هذه، ولهذا فأنا يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي حول العرض اللي قدمه السيد الوزير، وكان عرض قيم، عرض يعني تقني، عرض عنده واحد مجموعة ديال المكونات اللي هي في الحقيقة لازم على أنه بلدنا نعتز بها، على أنه صبرت يعني واحد المسار اللي عنده واحد الدور عملي واستراتيجي في هذا الموضوع هذا. ولهذا فالصناعة اليوم السيد الوزير كتعرف واحد الازدهار، وكتعرف واحد التطور، وكتعرف يعني واحد النمو اللي كيمكن بلادنا تكون رافعه للتنميه ديالها، واللي عندها واحد الوزن كبير سواء على كل المستويات، سواء على القطاع ديال السيارات او لا قطاع ديال الطيران او القطاع ديال النسيج. وعطيتو السيد الوزير واحد مجموعه ديال الامور اللي هي واضحه على مستوى ديال القطاع ديال النسيج والالبسه اللي اليوم الحمد لله وصلتنا 94%، كذلك القطاع ديال السيارات، القطاع ديال ترحيل الخدمات، القطاعات ديال واحد المجموعه ديال الامور اللي هي في الحقيقه بلدنا عندها واحد 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 الدرجه اللي هي ديال الرقي وديال، وهذا في الحقيقه السيد الوزير يعد دور الاستراتيجيه ديال جلاله الملك حفظه الله اللي ما فاتئ يناضل في كل الوجهات باش يتبوا الشعب ديالو الصداره بين الامم والشعوب. وهذا يعني عمل اللي في الحقيقه احنا بلدنا عنده واحد 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 الاطار، لانه اليوم السيد الوزير كنعرفوا على انه بلدنا جازت في هذا الشيء ديال كوفيد، ولكن كاين الحمد لله الصناعه الوطنيه ديالنا وكبت هذا العمل هذا وعطات يعني واحد المرونه في العمل، وكذلك على المستوى ديال التجهيز، وكذلك على المستوى ديال التشارك مع المواطنين. ولهذا فاحنا لما كيكون هذا العمل هو اللي عنده واحد الاطار ديال الازدواجيه ديال فرص ديال التشغيل وديال التصدير وديال العمل اللي هو يعني كنعتزوا بالقطاع بالنسيج الوطني ديالنا، وكذلك كنعتزوا على انه بلادنا خدات يعني واحد 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 الاطار اللي هو يعني بني على واحد استراتيجيه محكمه، وهذا السيد الوزير احنا اللي بغيناه واللي كيمكن يعني نعتزوا به، وعلى انه بلادنا الحمد لله اليوم صبحت كتواكب يعني واحد مجموعه الدول الصناعيه
واللي كنعرفوا على انه عنده واحد الصيت اكثر من المغرب، ولكن الحمد لله بلادنا قدرت على انه تمشي كتف كتف في هذا الوجه هذه، وهذا شرف لنا وشرف لكل المغاربه اللي هما كيغيروا واللي عندهم غيره وطنيه في هذا العمل هذا. شكرا سيد الرئيس المحترم. النائب المحترم، مداخله الان للمجموعه النيابيه للتقدم الاشتراكي، تفضل السيد النائب. السيدة الرئيسة، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، تعقيبا على جوابكم السيد الوزير، نشير أولا إلى الخسائر الكبيرة التي عرفها القطاع الصناعي بسبب جائحة كورونا، والتي أبعدت مخطط التسريع الصناعي عن تحقيق أهدافه، ونحمد الله على الأمطار الأخيرة التي قد تنقذ ما فشلت فيه الحكومة إن شاء الله. فمن أصل 500,000 منصب شغل الذي وعدتم به المغاربة، لم تحقق الصناعة الوطنية إلا 30,000 منصب شغل خلال السنوات الثلاثة الماضية. ذهبت الجائحة، رغم ذلك ذهبت الجائحة بأغلبيتها مع الأسف الشديد، وتأرجحت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام بين 14 و 13% خلال السنوات الأخيرة، بدلا عن 23% التي خططتم لها. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني فشل الخيارات التي اعتمدتها الحكومة، وعجزها عن استقطاب الاستثمارات وإقرار العدالة المجالية في توزيعها، وهو ما يدعو إلى تقييم هذا المخطط. ونعتقد أن سياسة التصنيع التي نعتبرها رافعة قوية للشغل للتشغيل وإحداث الثروة، يجب أن تنطلق من تقوية التنافسية الاقتصادية الوطنية والقطيعة مع سياسة الارتجال في بلورة المخططات وتنفيذها، وتوفير كل مقومات الإقلاع الصناعي المنشور. وهنا أتساءل، كيف يمكن لكم تحقيق ذلك في ظل تعقد المساطر وما تعانيه المناطق الصناعية من نقص في التجهيزات وتحول بعضها إلى مناطق للأنشطة الهامشية؟ وهو مثلا حال مدينة الصويرة مثلا، التي ندعوكم إلى استثمار جيد لمؤهلاتها وإمكانياتها البشرية والاقتصادية، والتسريع بإحداث الحي الصناعي الذي سيمكن من إحداث فرص للشغل خاصة للشباب. وهي مناسبة ندعوكم من خلالها السيد الوزير إلى الاهتمام بإقليم الصويرة، الذي يسخر بإمكانيات استثمارية هائلة تنتظر فقط دعمكم ومساندتكم. كما نثير معكم مشكلة التعقيدات التي يعرفها برنامج انطلاقة، حيث سجلنا مع الأسف محدودية التجاوب مع طموحات الشباب حاملي المشاريع في إطار هذا البرنامج، وغياب آليات مواكبتهم، والتي جعلت هذا البرنامج يولد معقل. وهذا هو الواقع، وندعوكم إلى تدليل الصعاب التي تواجهه لإنقاذ ماء الوجه مع الشباب. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. رد السيد الوزير المحترم فيما بقي من وقت، تفضل السيد الوزير. شكرا سيدة الرئيسة. كان السؤال الأول وهو الدعم، شنو المستوى اللي وصلنا له؟ الصندوق إلى تذكرته بين 2014 و2021 كنا كنقولوا غادي نوصلوا ل 21 مليار ديال الدرهم ديال الدعم. وصلنا لهاد 21 مليار ديال الدعم، ولكن ما تصرفاتش، يعني العقود اللي توقعت مع المستثمرين وصلت 21 مليار، اللي تصرفات لحد الآن تقريبا 6 مليار اللي خرجت، لأن كان نواكبوا الشركات والدعم كيتعطى من اللي الاستثمار كيدار، ما كيتعطى شيء قبل ما يدار الاستثمار. سؤال على سوس ماسة التسريع الصناعي، المشروع اللي شرف عليه صاحب الجلالة الأهداف ديالو تجاوزناها، والآن
المنطقة الصناعية هي طور الإنجاز، واحد الجزء منها هو وجد لأن بديناها تدريجيا والتبات والاستثمارات فيها راه بداو الناس بداو كيبنيو. نسبة الإدماج كان واحد السؤال وكيرجع، ومع الأسف مع الأسف ظهر لي ما كنت فاهموش البعض من البرلمانيين اللي قبلوا أنه يمشيوا يزوروا المناطق الصناعية تغيرت الرؤية ديالهم، لكن البعض ما قبلوش يمشيوا يشوفوا واش كاين، وبقي الآن كيهضروا على القيمة المضافة ديال المغرب في قطاع السيارات يعني ضعيف. واش خصنا دابا يبداو يجيو الأجانب يعطونا الدروس في بلادنا؟ راه تجاوزنا 60% ديال القيمة المضافة، نسبة القيمة المضافة اللي كاينة في السيارات. وغنعطيكم أرقام، عطوني خاطركم جوج دقائق الله يخليكم، لأن هادشي مهم جدا. قطاع السيارات، وكنتحمل المسؤولية ديال هادشي اللي كنقول لكم. 2019 صدرنا 80 مليار ديال الدرهم في هاد البلاد، فيها 60% ديال القيمة المضافة، هي 48 مليار ديال الدرهم، هي جوج المرات القيمة المضافة ديال لو سي بي. كنعاود، جوج المرات القيمة المضافة ديال لو سي بي. واش كان يمكن لنا نتخيلوا انه شي حاجة في المغرب غادي تجاوز لو سي بي؟ هاد الاستراتيجيات اللي شرف عليهم صاحب الجلالة هادي واحد 15 عام باش بدينا في التسريع الصناعي، ماشي التسريع الصناعي، في الاستراتيجيات الصناعية، وكل وزير كيجي كيتابع هاد الاستراتيجيات في هذا الاتجاه اللي صاحب الجلالة أعطاه، أعطاه نتائج. الله يخليكم، اللي بغي يجي معنا يشوف هذه المناطق الصناعية يشوف بالضبط فين وصلنا مرحبا، ولكن اللي كيشوفنا وكيتصنت لنا واش كنشوفوا حنا في يوتيوب وفي العالم كيفاش يهضروا على المغرب وعلى التسريع الصناعي في المغرب والصناعة فين وصلت وحنا بيناتنا ما مفاهمينش، عندنا مشكل. أجي نشوفوا، مستحيل أننا نبقى كل مرة كنجيو نتفاهموا ونعاودوا هذا الملف ونعاودوه. انا صراحه ما بقيت عندي زعما قدره باش نفسر اي واحد اللي بغى يفهم بلادو راه عارف كيف يفهمها. مرحبا، اجي نمشيو معكم، راه مشاو برلمانيين، درنا الكيران، مشينا شفنا طنجة وقنيطره والدار البيضاء، شفنا القطاع ديال صناعه السيارات وقطاع الصناعه ديال الطائرات، راه بلادنا هي هادي، ولكن خصنا نعرفوا علاش كنهضروا. انا مستحيل باقي نواجب على شي سؤال ديال القيمه المضافه. نعم السيد النائب المحترم، السيد النائب المحترم، المرجو عدم مقاطعة السيد الوزير. اسمح لي سيد، المرجو عدم مقاطعة السيد الوزير. إلى سمحت، سمحوا لي المرجو السادة والسيدة النواب، السيد الوزير استمع إلى مداخلاتكم، فالمرجو مزيدا من الهدوء حتى يكمل السيد الوزير رده. اسمح لي السيد نائب المحترم تفضل السيد الوزير، كمل الكلمة ديالك. إذا سمحتوا يمكن لكم توضعوا الأسئلة، وإلا أعطيتونا شي فرصة باش نواجبكم نعطيكم معلومات. مستحيل أننا نبقاو كمغاربة بيناتنا كنوضعوا أسئلة، راه جاوبت على هذه الأسئلة بدون مبالغة واحد 15 مرة على القيمة المضافة في البرلمان. أنا كنطلب، ما يعني بكل احترام، كنطلب من بعض البرلمانيين اللي بغاو يجيو يشوفوا، راه مهم نشوفوه، ومستحيل أننا نعرفوا هذا الشيء كيفاش داير إلا ما لمسناش بيدينا. أنا اللي متبعهم يوميا ملي كنمشي لهاد المعامل كنشوف فين بلادنا وصلت، يعني كنتفاجئ شخصيا. انا كنطلب اذا كان ممكن ولكم وسع النظر، اللي بغى يشوف حنا مستعدين يعني نديروا لوغانيزاسيون ديال واحد الجوله نشوفوا هادشي. القطاع غير المنظم، طبعا القطاع غير المنظم كيف قالت السيده النائبه فيه جوج ديال الاجزاء، الاجتماعي والغير الاجتماعي. الاجتماعي كلنا كنعرفوه خصو يتواكب، ما خصوش يتحارب، خصنا نلقاو له حلول. الغير الاجتماعي يعني خصو يتواكب بطريقه اخرى.
وظهر لي ان الجائحه بينات لهذا القطاع هذا غير المهيكل اللي ماشي في الاجتماعي، يعني الناس ما بغاوش يخلصوا الضريبه ويعني التنافسيه غير الشريفه وكذا، راكم عارفين كل هادشي كله، تبين لهم في هذه الجائحه انه ماشي في صالحهم ما يكونوش في القطاع المنظم. وراها كنظن انه في المستقبل هادشي غادي يعطي نتائج ايجابيه. كان سؤال ديال من بعد الجائحه اش اللي كانوا جدوا المغرب، او نرجع لقطاع السيارات. قطاع السيارات اليوم كيف قلت لكم تيصدر جوج المرات القيمه المضافه ديال لو سي بي. الى ما دخلنا ليش الطاقه المتجدده هذا القطاع غادي يموت، لان 90% ديالو كيتصدر لاوروبا، 65% ديال الصادرات ديالنا متوجهه لاوروبا، واوروبا دايره واحد لا تاكس جديده كتسميها لا تاكس كربون. الا كنتي كتستعمل الطاقه من غير الطاقه المتجدده كيديروا لك هاد لا تاكس، غادي توقف جميع الصادرات ديالنا. ولهذا وجهنا هاد الطاقه المتجدده لهاد القطاع ديال الصناعه اللي عطى نتائج ايجابيه. كان سؤال عاوتاني سمحوا لي، كنقولوا غنبقاو ندوزوا وقتنا في اسئله اللي كنجاوبوا عليها ونعاودوها ديال مناصب الشغل. قال انه قطاع الصناعه دار 30,000 منصب شغل، ما شفتش انا فين خرجت هذه المعلومه. الاش سي بي اللي كان كيقول انه قطاع الصناعه ما كيخرجش مناصب الشغل اتفقنا معاه، مشينا لهنا دوزنا 50 عاوتاني واحد الجزء ديال الجهد ديالنا كندوزوه غير في الاجوبه ديال الصحافه تيقول لك هذا الشيء راه فاشل. 500,000 منصب شغل تسجلات في لا سي ان اس اس، 504,000 منصب شغل تسجلات في اخر 2019 في لا سي ان اس اس، متفقه عليها لا سي ان اس اس. هاد الارقام ما كنعرفهمش، ديال 30,000 منصب شغل اللي تنشات في 3 سنين ما عرفتش منين جاو هاد الارقام، ما كاينين لا في الاش سي بي ولا عندنا ولا في لا سي ان اس اس، ما عرفتش فين كاينين. هاد التصدير اللي هضرت لكم عليه، هاد التصدير اللي وصلنا له اليوم، واش صوبوه الناس اللي كيشتغلوا في البلاد ولا جبناه من جهه اخرى؟ صوبوه الناس اللي كيشتغلوا في قطاع الصناعه. ولهذا تيخصنا ناخذوا هذه المعلومه ندخلوا بشويه بدقه باش يمكن لنا نزيدوا للقدام، لان الحرب ما خصهاش تكون لداخل، الحرب اللي خصها تكون اليوم خصها تكون مع الناس اللي كان نفسهم وموجودين الحمد لله. التنافسيه ديال المغرب، نرجعوا لقطاع الصناعه باش تكون في بالكم، بقاو لنا جوج ديال البلدان في العالم اللي التنافسيه ديالهم احسن ديالنا، الصين والهند. وهذا الشيء بمجهودات كبيره ديال جميع الاطراف. وكنشكركم كبرلمانيين لان عاونتونا دوزنا عده مشاريع قوانين عندكم اللي عطاونا هذا النفس الجديد اللي وصلنا به اليوم لهذ الارقام. ولكن هذ الارقام انا هذول المغرب اللي كنعرف، الا كان شي 30,000 جات من جهه اخرى انا ما كنعرفهاش. واللي عنده شي دليل وشي ارقام وداك الشيء يوريهم لنا باش يعني نتقفوا ونزيدوا للقدام. اليوم قطاع الصناعه دار 500,000 منصب شغل في 2019. 2020 فيه مشكل، قلتها لكم، درنا 50,000 منصب شغل جديده في غشت، ولكن مشات لنا 74,000. اذا 24,000 ضاعت لنا هذا العام سي ان اس اس. ما كنهضرش انا على شي حاجه اخرى، كنهضر على الارقام اللي مسجله في لا سي ان اس اس. القطاع غير المنظم حتى واحد ما عنده الارقام ديالو. واش مضرور؟ طبعا مضرور، فيه مشكل مع الجائحه، فيه مشكل. اذا قطاع الصناعه بالمغرب في السنوات المقبله عنده جوج ديال الحلول، اما غادي نتحدوا جميع نشتغلوا جميع ونوصلوا يعني المستوى اللي هو لاقي بالمغرب. اشنو هو هذا الحل؟ اشتغلنا مع المصنعين في المغرب، بلاش نسميهم بالاسماء ديالهم، مع بيسا حلوا لنا الدفاتر ديالهم وعطاونا الارقام، هما اللي عطاونا وراونا انه المغرب وصل للمرتبه الثالثه في العالم. اشتغلنا معهم فوق الجائحه، وصلنا خدنا واحد الباب كامل ديال ديك لا 208 فيها الحديد والبلاستيك والجاج والالكترونيك، هادشي كله في هذا الباب. وصلنا للتنافسيه بالضبط ديال الهند، والهند هي احسن تنافسيه في العالم.
هادو أرقام واضحين. غير تخيلوا معايا إلى إحنا في المغرب هاد الشيء وصلنا له بصفة نهائية. هاد 80 مليار اللي كانت غادي تكون هاد العام 100 مليار ديال الدرهم ديال التصدير، يمكن لها توصل ل 250 مليار ديال التصدير، ماشي ب 80% ديال القيمة المضافة، ماشي ب 60% ديال القيمة المضافة، ب 80% ديال القيمة المضافة. لأن أش اللي باقي خصنا؟ واش حنا باقي اليوم كنستوردوا الدجاج؟ عندنا لا سيليس، الناس كيصوبوا الدجاج من الرملة، واش المغرب ناقصه الرملة؟ عندنا لا سيليس، عندنا الطاقة المتجددة، يمكن لينا نصنعوا الدجاج اللي غادي يصلح للسيارات، ولكن اللي غادي يصلح للسيارات علاش ما نصنعوش الدجاج اللي غادي يصلح السيدة الوزيرة في الموبيلي؟ من اللي كنصوبوا الالومنيوم ما غاديش نصوبوه من لابوكسيت من التراب اللي كاين في افريقيا، وغنصوبوه غير من الالومين. اذا صوبنا الالومنيوم ديال السيارات علاش ما نستعملوش في البناء؟ الحديد كاين داك لو فيغ بلا اللي كيصلح للسيارات، كاين دابا مستثمرين، عندنا سبعه ديال القطاعات بالضبط اللي خصنا نمشيو نشتغلوا فيهم مع مستثمرين نواكبوهم باش ندوزوا من 60% ل 80% ديال القيمه المضافه. هذا هو الا بغينا المعقول ديال المناقشه. اجي نشوفوا كيفاش نديروا هذا الشيء جميع، حنا كنشتغلوا فيه ليل نهار، ما غاديش نفرقوا مع هذا الملف حتى المغرب يوصل 80% ديال القيمه المضافه في قطاع السيارات، ويكون من احسن من اول المنافسين في عبر العالم ديال تصنيع السيارات. واش هذا الشيء حرام فينا؟ جينا نصنعوا الجهاز ديال التنفس الاصطناعي، قال لك اسيدي المغاربه ما يمكن لهمش. واش انت دابا اش كتقول لنا بان الجهاز الاصطناعي ديال التنفس غيصوبوه المغاربه؟ اسيدي حنا كنصوبوا اجزاء ديال لي غياكتور ديال السيارات ديال الطائرات. المغاربه كيصنعوا في المغرب في النواصر اجزاء ديال لي غياكتور ديال الطائرات، فيه جوج ديال الاطراف، واحد لابارتي فخواد واحد لابارتي شود. اصعب ما كاين في الصناعه في العالم هي ديك لابارتي شود ديال الغياكتور، كتصنعوا في المغرب. حتى هادي نقولوا ما كايناش اسيدي نمشيو نشوفوهم، راه حدانا غير في المواصل. اذا صنعنا هادشي ما يمكنش نصنعوا مسائل احسن من هادشي. هاد الصباح كنت في اجتماع في الدار البيضاء، مناظره قدمنا ديك لا سوبستيتيوشن، داكشي اللي كنستوردو 183 مليار ديال الدرهم، خدنا منها 34 مليار ديال الدرهم، درنا دي بيزنس بلان 100 ديال المشاريع باش بدينا، وقدمناها اليوم الصباح في التجاري وفا بنك مع رئيس لا سي جي الناس المستثمرين. لحد الان هادشي درنا غير في الوزاره، تنتسناو اننا نديرو 500 مشروع باش نوصلوا ل 34 مليار، بدينا ب 100 مشروع وصلنا ل 15.1 مليار ديال الدرهم ديال رقم المعاملات اللي ما باقيش غادي يجي من الخارج، غادي يتصنع في المغرب. هادشي بداو فيه الناس دابا 200 و سمحوا لي الرقم 248 بالضبط مشروع فيه شركات صغرى ومتوسطه. هادشي في ارض الواقع، ماشي حلم، ماشي مناقشه. باش كنهضروا على مشاريع اللي الناس استثمروا وبداو كي الى دخلتوا غير لو سيت ديال هاد لا كونفرنس ديال هاد الصباح، شوفوا بالضبط اش كيقولوا الناس اللي استثمروا. انا متفائل وتايق في بلادي، كنقول انه نساء ورجال هاد البلاد قادين بها، بغينا ولا ما بغيناش نبخصوا هادشي اللي كيديروا الشباب ديالنا ولا ما نبخصوش، هما شادين طريقهم وغاديين بينا ولا بلا بينا. غادي يوصلوا القيمة المضافة ديال السيارات اليوم 60%، ديال الطائرات كنصنعوا 42% ديال الطائرات في هاد البلاد هادي. إذا يمكن لنا نمشيو يكون عندنا واحد الطموح باش نمشيو لأكثر من هادشي، ماشي باش نبخصوا هادشي اللي كيدار اليوم. قلت لكم قدمنا 34 مليار ديال الدرهم في أقل من شهر، خذوا منها الناس 248 مشروع اللي وصل الحجم ديالها 15.1 مليار ديال الدرهم. كنا غادي نديرو 500 مشروع باش نوصلوا 34 مليار ديال الدرهم بدون شك. غادي هذا الفوج الثاني اللي عطينا الانطلاقه ديالو اليوم ديال 100 مشروع جديد غادي نوصلوا لهاد 34 مليار ديال الدرهم، وملي غادي نساليو غادي نرجعوا لهذيك 183 مليار اللي كنستوردوا باش يمكن ناخذوا منها واحد الجزء اخر باش يتصنع في المغرب.
ما غاديش نتفرقوا مع هاد المشاريع، ما غاديش نتفرقوا مع هاد المشاريع، لان ورونا المغاربه اش كيعرفوا يديروا. وسمحوا لي في هاد الجائحه تكرصات على الاقتصاد البلاد، هادشي عشناه جميع، ولكن جابت لنا مسائل مهمه وايجابيه في هاد الجائحه تبين لنا في المغرب. هذاك لو كيت دو بريليفمون اللي كيدار راه كنا كنجيبوه من الصين، واحد الوقت تفقد ما بقاش، هذه 4 شهور هو كيتصنع في المغرب 100%. هذاك لو كيت كله، داك لو تيست بي سي ار اللي تفقد في العالم كنا تنقلبوا عليه، كان غير الصين اللي كتصوبوا اللي كتصنعوا، مصير في المغرب تتصنعوا، دابا كنستعملوا لو تيست ديالنا ولو كيت دو بريليفمون ديالنا في المغرب بأرخص ثمن من الثمن اللي كنا كنشريوه من الصين. واش هاد المغاربه قادين باش يوقفوا باقتصاد البلاد ولا لا؟ انا سمحوا لي قادين، حنا ببلادنا قادين بها. اذا ملي كنسمع الجهاز ديال التنفس ما نقدوش عليه، غنقدو عليه ونفوتوه ليه، غير نجلسوا نشتغلوا فين ما كان شي ملف، نجلسوا نشتغلوا عليه ونواكبوا هاد الشباب ديالنا، لان غدا الا بقينا كلشي كنبخصوه. وكنتسالوا علاش هذاك الخبير المهم المغربي مشى يخدم في امريكا، جرينا عليه حنا، ما جرى عليه حد، حنا من اللي كنبغي يخدم تنقول له واش انت تقد على هذا الشيء، انت غير شاب مغربي واش تقد توصل لهذا المستوى؟ اسمح لي، ايوا يفوت هذا المستوى. منصف السلاوي اللي كاين في الامريكان ديال لي فاكسان مغربي ديالنا، الفيس بريزيدون ديال بوينغ مغربي ديالنا، هاد الناس هادو اللي وصلوا لمستوى عالي في العالم راه في بلادنا يهزوا البلاد ويهربوا بها، غير نعطيوهم شويه ديال العنايه وشويه ديال ثقه النفس ونوصلوا ولادنا لهذا المستوى الا سمحتوا. اسمحوا لي الا كنت كنهضر معكم من القلب لهاد الملفات هادو، لان كيقيسوني يوميا. الطاقم ديال الوزاره كيشتغل ليل نهار، ما كنوقفوش باش يمكن لنا نجلبوا المستثمرين. بدينا بالمستثمرين الاجانب، كانت المنافسه الشرسه مع عده بلدان، منهم تركيا، بدلنا اتفاقيه التبادل الحر، اعطت النتائج ديالها، وحنا غاديين. خصنا يعني تكون واحد ثقه النفس، ماشي باش نكونوا اغوغون ولا نخرجوا الطريق، غير ثقه النفس باش يمكننا نشمروا على ذراعنا ونوصلوا بلادنا فين بغى سيدنا الله ينصروا. لان طموح ديال سيدنا وديال المغاربه طموح كبير، ولكن كنشوف انا بعض المرات المستثمرين براسهم تيفقدوا الثقه، تيقولوا واش انا قاد ندخل لهذ البلاد نستثمر كمغربي، ويمكن غدا يكون هذا الشيء مغشوش، ما كاينش الشفافيه، ما كاينش كذا. حنا الدور ديالنا جميع كحكومه كبرلمان كمؤسسات وهو هذا الشيء نقيوه، نصفيوه هذا الشيء. الا كانت شي حاجه اللي خصو يتحاسب يتحاسب، واللي ما خصوش يتحاسب نعطيوه اتساع، نوضو نعاونوه باش يخدم باش نوصلوا لهذ البلاد. راه باقي خصنا واحد الجهد مهم جدا، راه حنا مازال بعاد، مازال ما وصلناش. ولو كنقول لكم قطع السيارات يمكن له يمشي في دقيقه الا خلقنا ليه حنا مشكل. تقال انه قطع السيارات غادي يمشي لان اوروبا فرنسا قاتلو يمشي، واش مشى؟ تقال انه حنا كنخدموا في قطاع السيارات القديم ديال الديزل وديال ليسونس، واش في قنيطره ما كنصوبوش هذيك السياره امي ديال بيسا كتصوب في العالم غير في قنيطره غير في المغرب، سياره كهربائيه 100%، المهندسين اللي صنعوها مهندسين مغاربه، بيسا عندهم 4500 مهندس وتقني في مستوى عالي مغربي كيشتغل عندهم في هادشي. يعني راه المغرب تبدل هاد العشرين سنة الأخيرة، حنا اللي عايشين فيه كمغاربة بعض المرات كيفوتنا، ما كان نفطنوش أنه المستوى ديالو تبدل. خصنا مرة ندورو بجنابنا ونشوفو فين وصلنا، الشباب ديالنا فين وصل، أشنو هما الكفاءات ديالو، أشنو هما الإنجازات ديال بلادنا. ظهر لي أننا، أنا نقول لكم كمسؤول على القطاع، وقت ما مشيت نشوف شي منطقة صناعية كنتفاجئ. إلا مشيتو البوسكورة لحدا المطار محمد الخامس غادي تفاجئوا، داكشي اللي كتشوفوا في قطاع الطائرات داكشي خيال، كنقول هادشي ما كاينش عندنا في بلادنا. مشاو شي ناس صيفطوهم يشوفوا
مشاو لطنجة قلت لهم سيروا شوفوا هادشي اللي تيدار في طنجة. تعطلوا شي شوية واحد منهم قال لهم عرفتوا دابا خصنا ندخلوا للمغرب راه مشى الحال. هذا راه ماشي مغرب هادشي اللي كنشوف. هذاك سيدي مغرب. هادشي اللي شفتي في طنجة مغرب. هادشي اللي في قنيطرة مغرب. هادشي اللي في النواصر مغرب. أنا مغرب غادي للقدام مازال خصنا نشتغلوا مازال خصنا نتحدوا مازال خصنا نتقاتلوا مع المنافسة الدولية باش نوصلوا لأن راه حتى واحد ما غادي يرحمنا. وشكرا. إذا شكرا السيد الوزير على حسن مساهمتكم وننتقل إلى قطاع نعم. شكرا السيدة الرئيسة. نقطة نظام سير الجلسة وتطبيق مقتضيات نظام الداخل. تفضل السيد النائب المحترم. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة. نتفهم عفوية السيد الوزير إلا أنه في الأجوبة ديالو عطى خمسة أو ستة ديال الشركات خاصة خصنا نسحبوهم من محضر الجلسة وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. إذا ننتقل نعم السيد النائب المحترم تفضل. لا النظام الداخلي يضبط التصرف ديالنا حنا أما الحكومة كتحمل هي المسؤولية ديالها في ذكر ما تراه مسؤولا. شكرا. إذا ننتقل إلى قطاع شكرا السيد النائب المحترم. ننتقل إلى قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. رجاء السادة النواب المحترمون رجاء السيد نائب المحترم أدليت بنقطة نظام وفق وجهة نظرك. نفس الشيء بالنسبة للسيد النائب المحترم المرجو الالتزام. إذا ننتقل إلى القطاع الموالي بسؤالين في إطار وحدة الموضوع. إذا السؤال الأول تتقدم به فرق الأغلبية. إذا فليتفضل السيد النائب المحترم. طارح السؤال في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن فرق الأغلبية. سيدة الوزيرة باسم فرق الأغلبية نسائلكم أنه مر دابا زياد من 10 أشهر والمغرب يعيش مع كوفيد-19. نتمنى أنه في الأيام والأسابيع القادمة مع التلقيح أن الأنشطة ترجع إلى مسارها الطبيعي. بالتأكيد أن قطاع إسكان تضرر كثيرا بهذه الجائحة. نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات التي اتخذتها على الآثار التي ترتبت عن هذه الجائحة وعلى الآفاق. شكرا. إذن السؤال عن فرق المعارضة وعن المجموعة فليتفضل أحد السادة النواب. شكرا. تفضل السيد النائب المحترم. سيدة الرئيسة تكبد قطاع الإسكان والأنشطة العقارية خسائر فادحة جراء جائحة كورونا تتجلى في تراجع دوره في تنشيط الدورة الاقتصادية وانخفاض مؤشر الأسعار والمبيعات وأثر ذلك سلبا على مناصب الشغل والتمويلات البنكية وعائدات الخزينة. وفي أفق التعافي التام لهذا القطاع فإن الحكومة مطالبة بتبني تدابير عاجلة من أجل انطلاقة جديدة لقطاع الإنعاش العقاري بعيدا عن منطقة الارتباك الذي تدبر بهذه الأزمة. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن خطتكم لتجاوز الوضعية الحالية لقطاع الإسكان والأنشطة العقارية وإحداث انطلاقة جديدة لهذا القطاع الحيوي. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. جواب السيدة الوزيرة المحترمة على السؤالين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وحفظه. السيدة الرئيسة المحترمة سيدات والسادة النواب المحترمين
في البداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر لطرح هذا السؤال المتعلق بقطاع حيوي من الناحية الاقتصادية وأيضا الاجتماعية. قطاع حيوي لأنه يساهم كما تعلمون في الناتج الداخلي الخام بنسبة تتعدى 6%، وأيضا يوفر أكثر من 1,000,000 منصب شغل. فكما نعلم جميعا السيدات والسادة النواب المحترمين، كانت الظرفية الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا انعكاسات اقتصادية واجتماعية همت جميع القطاعات بدون استثناء، ولم يسلم منها أي قطاع بما فيه قطاع السكن والتعمير. السيدات والسادة البرلمانيين، لقد خلفت جائحة كورونا تداعيات مهمة على القطاع، بحيث أن توقفت البرامج ديال القطاعية بنسبة 70%، أيضا توقفت الأوراش ديال البناء بنسبة تناهز 90%، كما توقفت أنشطة عدد من المهنيين. وانتم كتعرفوا القطاع شحال كيخدم مع هاد المهنيين بنسبة تفوق 95%، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المبيعات بنسبة 95%، وانخفض الاستهلاك ديال الإسمنت بما يناهز 17%، وانخفض أيضا نشاط قطاع مواد البناء بجميع أنواع البناء تقريبا 71%. لهذا وضعت الوزارة منذ بداية انتشار الوباء وبالتنسيق المنتظم مع كافة المهنيين ومجموعة من الإجراءات الاستعجالية لتخفيف آثار الجائحة على القطاع، وأيضا لضمان الاستدامة والصمود في هذا الإطار، يمكن لي نذكر بواحد العديد من الإجراءات اللي قمنا بها. الإجراء الأولاني كان هو خلق لجنة يقظة والتدبير على مستوى المركزي من أجل التتبع الدائم للقطاع والتنسيق مع جميع المهنيين وممثلي الوزارة على الصعيد الترابي. الإجراء الثاني كان هو تعميم التدبير اللامادي، وحنا في إطار في عز الجائحة متوقفناش، لأن جميع الإدارات اللي هي تحت الوزارة كانت تشتغل على وضع التدبير اللامادي في جميع المصالح ديالنا والمؤسسات التابعة للوزارة، بحيث وصلت اليوم الخدمة الإلكترونية بالوكالة الحضارية أكثر من 97% إلى غاية شهر نوفمبر الماضي. أيضا في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية تم وضع واحد الآليات خاصة بالقطاع ديال الإنعاش العقاري، وانتم كتعرفوا بأن القطاع العقاري حصل على ضمانات وقروض بنكية في إطار ضمان أكسجين وغلونس أكسجين، وواحد العديد أيضا من التعويضات من خلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لهم شغيلة ديال القطاع. سيدات والسادة النواب المحترمين، في إطار تنفيذ ديال البرنامج أو البرامج ديال السكن، وعلى الرغم من الظرفية الطارئة، حرصت الوزارة على مواصلة وتنفيذ عديد من الأوراش التي تشرف عليها. كما تعرفوا الأوراش هي أوراش اجتماعية بالدرجة الأولى. البرنامج الأول اللي كيهم السكن ديال 140 ألف درهم اللي انطلق منذ سنة 2008، عرف إنجاز تقريبا 28,053 وحدة، وكتوجد اليوم 5509 وحدة في طور الإنجاز. وهذا الشيء طبيعة الحال حسن إطار عيش أكثر من 1.5 ديال مليون ديال النسمة. البرنامج الثاني اللي هو البرنامج ديال 25 مليون اللي انطلق سنة 2010، أيضا عرف إنجاز ما يقارب 5,402 وحدة، واليوم كتنجز 133 وحدة اللي هي في طور الإنجاز. هذا البرنامج حسن الوضعية ديال السكن ديال أكثر من 2 مليون نسمة، كما أنه ساهم في إنشاء أكثر من 27,000 منصب شغل. أما البرنامج الثالث هو موجه إلى الطبقة المتوسطة اللي انطلق منذ 2013، اعتمدت الحكومة فيه بصدد تسهيلات الإعفاء من رسوم التسجيل والتحفيظ لصالح المقتني، وتم إنجاز في إطار هذا البرنامج 253 وحدة، وكتوجد اليوم 758 وحدة في طور الإنجاز. كيبقى بيان سيغ هذا البرنامج حسب الوتيرة ديالو غير زعما نقصة، لأنه ما وجدش واحد الجاذبية عند المستثمرين ولا سيما عند المقتنين. ولذلك ستقوم الوزارة بدراسة إمكانية تحسين هذا المنتوج بتعاون مع الشركاء لكي يكون المنتوج المخصص للطبقة المتوسطة أكثر جاذبية سواء للمنعشين أو للعقاريين.
أو للمقتنين عفوا. سيدات والسادة النواب، بخصوص أيضا برنامج مدن بدون صفح، وبفضل المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين بما فيهم وزارة الداخلية، انطلق هذا البرنامج سنة 2004، حيث تم إعلان 59 مدينة بدون صفح، وكان هذا البرنامج عنده واحد تأثير، لأنه حسن ظروف عيش أزيد من 1.5 مليون نسمة اللي استفدت. وأيضا هذا البرنامج هو قمنا بتسجيل 64% من أصل الأسر المحصص، ونشير أيضا إلى أنه تم تقليص معدل الفقر بسبب هذا البرنامج من 48% إلى 28%. ونسجل اليوم أن هذه البرامج كلها ساهمت في تقليص العجز السكن على السكن من 1.2 مليون وحدة إلى 385 ألف وحدة. وما يمكن أن أؤكد عليه اليوم هو أن الوزارة بصدد بلورة رؤية جديدة قائمة على الحفاظ على المكتسبات المحققة بتسريع وتيرة خفض العجز السكني، وكذا توفير السكن اللائق والميسر لكي يتجاوب مع حاجية المواطنين من جميع الفئات وفي مختلف المجالات، وذلك من خلال طبعا ابتكار آلية جديدة، حلول جديدة، لا سيما الحلول اللي كتعلق بالتمويل وتمكين المقتنين من سكن ميسر وملائم لإمكانيتهم المادية. سيدات والسادة النواب المحترمين، منذ تنزيل سياسة المدينة أيضا حاد التدخل في الأحياء الناقصة التجهيز والهامشية بعناية خاصة، حيث جندت الوزارة إمكانية مهمة من أجل التدخل في هذه المجالات وتجويد إطار العيش بها وإدماجها في النسيج الحضاري، وذلك من خلال توفير واحد التهيئة وتسهيل عملية إعادة الهيكلة الحضارية، وأيضا الولوج إلى المرافق العمومية وخدمات القرب الضرورية كحصيلة مرحلية للتدخل في هذا الإطار اللي هو كيهم بدرجة الأولى إعادة الهيكلة اللي جات في سؤالكم. اليوم من خلال إبرام 111 اتفاقية منذ 2015 قمنا بإعادة هيكلة أكثر من 722 حي ناقص للتجهيز. قمنا أيضا بإحداث 85 مساحة خضراء و 99 ساحة عمومية، مع إنجاز أكثر من 130 مرفق عمومي وتهيئة أكثر من 323 شارع وطريق بحجم استثماري كفوق 25 مليار ديال الدرهم، اللي ساهمت فيهم الوزارة بأكثر من 5 مليار ديال الدرهم. اليوم نحن نقوم بمراجعة الإطار التعاقدي مع المنظومة المحلية من أجل أن تكون هذه الاتفاقيات اللي كتهم بالدرجة الأولى الإطار النسيج الحضري أو الاتفاقيات ديال لاميزانيفو، من أجل أن تكون هذه الاتفاقيات أكثر نجاعة ومتكاملة، وأيضا ذو بعد إقليمي ومحلي لكي تدمج فيها جميع الجوانب بما فيهم الجوانب الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، وكتلائم أيضا مع الحاجيات الراهنة، لأن كما كتعرفوا الحاجيات الراهنة بينتنا على أن حاجيات تبدلت مع هذه الجائحة، واليوم حنا خصنا نكونوا كنتجاوبوا مع هذه الحاجيات اللي عاد بدنتنا. سيدات والسادة النواب المحترمين، فيما يخص تحسين وتأطير عملية التعمير والبناء بالعالم القروي، هذا السؤال كيجي مرارا وتكرارا من خلال الجلسات لا في الغرفة الأولى ولا في الغرفة الثانية. عملية التأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عرفت أيضا تحديد مراكز والدواوير القروية اللي كتعرف واحد الضغط ديموغرافي وعمراني. سمحوا لي نشطر معكم واحد بعض الأرقام اللي قامت بهم الوزارة كعمليات. قامت الوزارة بتعميم التغطية بوثائق التعمير، حيث اليوم بلغ المعدل ديال التغطية ديال المجالات القروية بنسبة جد مهمة كتفوت 73% من أصل 1100 جماعة، اليوم من أصل 1503 الجماعات اليوم تم تحديد أو تم تعميم التغطية بوثائق التعمير ل 1100 جماعة. كما قامت الوزارة أيضا بوضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية بشكل مجاني في العالم القروي لتسهيل عملية البناء. أيها السيدات والسادة النواب المحترمين،
لابد من الإشارة هنا أن مجموع الملفات المدروسة على الصعيد الوطني اللي يشكل فيها الوسط القروي أكثر من 33%، كما نشير أن نسبة 73% من الآراء الموافقة اللي تعطات البناء في العالم القروي كتهم المساحات اللي هي أقل من 1000 متر مربع، علاوة على أن أغلبية الآراء الموافقة 82% همت السكن الفردي. وكذا تم وضع برامج عملياتية لتسهيل البناء، وذلك عبر تشجيع إحداث عمليات بديلة من قبيل التشجيعات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي للوتيسما بروغريسيف بمحاذاة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا. وستواصل الوزارة طبعا الجهود الرامية لإعداد جيل جديد من وثائق التعمير المرتكزة على مبادئ التعمير المستدام، مع مواصلة كل الجهود لتعميم هذه التغطية اللي كتسمى التغطية ديال الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق التعمير، مع تحديد مدارات الدواوير القروية لتمكين ساكنتها من الحصول على تراخيص دون اشتراط الهكسار الواحد بداخلها. إضافة أيها السيدات والسادة، تعمل الوزارة على وضع مخططات هيكلية مبسطة لتوجيه التعمير للدواوير والتجمعات القروية اللي كتعرف ضغط، وفتح أيضا أوراش قانونية تتعلق بوثائق التعمير وتسهيل البناء في العالم القروي. أريد في الأخير أيها السيدات والسادة أن أؤكد أننا سنواصل مسيرتنا الإصلاحية بخطى ثابتة وواثقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، كما سنواصل أيضا عملنا في إطار التكامل بين الجهازين، الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية، لأن هدفنا واحد هو الارتقاء بمستوى الأداء في القطاع ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وجعل العنصر البشري هو هدفنا الأول والأخير للتنمية. وشكرا. السيدة الوزيرة، نمر للمناقشة. المداخلة الأولى لفريق العدالة والتنمية، تفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة المحترمة، السيدة الوزيرة المحترمة، إخواني وأخواتي أعضاء المجلس المحترمين والمحترمات، أتشرف أن ألقي كلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمداخلة في الموضوع الذي نحن بصدده. ابتداء نشكركم السيدة الوزيرة ومن خلالكم الحكومة الموقرة على الجهود المبذولة والنتائج المحققة والاجتهادات كذلك التي طرأت منكم فيما أشرتم إليه في هذه الظرفية الصعبة، ظرفية الوباء. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة وحسن الخاتمة. لا شك أن الموضوع متشعب وفيه تقاطعات كبيرة، ومن الصعب أن يسمح لي هذا الوقت أن أقول كل شيء. سيدة الوزيرة، عندما نقول السكن ونضيف إليه نعت اللائق، فإننا نقصد كرامة الإنسان، نقصد استقراره الاجتماعي، نقصد كثيرا من الأمور الإيجابية. اسمحوا لي أن أبدأ بالسكن بالوسط القروي. أنتم سيدة الوزيرة تعرفون ونحن نعرف أنه إذا لم تتحقق التنمية في الوسط القروي والسكن منها، فهذا يعني أوتوماتيكيا الهجرة إلى المدينة، حيث المشاكل المختلفة، حيث البناء العشوائي، حيث كثير من الأمور التي تعرفونها. إذن ما هو المطلوب السيدة الوزيرة؟ أنا أعرف أنكم تبذلون من الجهود كما أشرت، وكذلك المؤسسات التابعة لكم. اليوم المطلوب هو مزيد من تسهيل المساطر، مزيد كذلك من التخفيف من التكاليف المالية على الفقراء في الوسط القروي، كذلك المساعدة المعمارية وغيرها من الأمور الإجرائية، كذلك انعقاد اللجان المختصة والبت سريع في الملفات.
هذا كله السيدة الوزيرة لإتاحة الفرصة لسكان القرى للحصول على السكن اللائق. فصاحب الجلالة نصره الله رائد العمل الاجتماعي في هذا البلد، هذا هو مراده، والحكومة الموقرة اليوم هذا هو صلب عملها، وخصوصا في هذه الظرفية الصعبة، فلنسير بقوة في هذا الاتجاه. وآتي إلى المدن والمراكز الحضرية، ولن أتكلم عن أمور مهمة وهي المؤطرة لكل تطوير في مجالات كمجالات إعداد التراب والتعمير إلى غير ذلك. التخطيط الحضاري على المستوى المتوسط والبعيد، تجويد وثائق التعمير وتعميمها إلى غير ذلك. بالنسبة للسكن الاجتماعي لا شك أنه حقق أهدافا مهمة، لكن لا زالت هناك صعوبات بل مشاكل. أولا، ليس كل المدن والمراكز استفادت من هذا البرنامج، لأن المنعشين يفضلون المدن الكبرى وضواحيها، لهذا لا بد من الدفع في عدالة مجالية. لا بد كذلك أن يستمر دعم الحكومة لهذا النوع من السكن بطريقة أو أخرى. وأذكر كذلك أن الدعم الذي تقدمه الدولة ويسجل كرهن في العقد خلق مشاكل وسيخلقها، يا إما الناس ما كينتابوش، يا إما كيخلوا هذوك السكنيات إلى زمن معين، إدارة الضرائب يعني كتصيف لهم يعني مبالغ كبيرة. المهم مشكل واقع، وأنا أقترح أن نجد الصيغة لتجاوز هذه المشاكل، لأن احنا بغينا نخفوا على هذه الطبقات وليس أن نزيدها ثقلا. بالنسبة لاقتناء السكن الاجتماعي بالنسبة للطبقات الفقيرة، فليس من المعقول وليس من الإنسانية وليس من العدالة كذلك أن تستمر الأبناك وغيرها في إتقال كاهل هؤلاء بالتبعات المالية. فعلى الحكومة يا إما أن تضغط أو تسن قوانين ما يخفف عن هذه الشرائح. أما فيما يخص الطبقة المتوسطة، في تقديري السيد الوزير أننا لم نجد بعد منتوجا يناسب وضعها المالي والاجتماعي. أعرف أن هناك مجهود في هذا الجانب، لهذا نطالب بالإسراع بإخراجه إلى الوجود. آتي إلى مدن الصفيح أو دور الصفيح، وهي نتيجة لما أشرت إليه سابقا. فعلا كان هناك مجهود كبير في السنوات السابقة، وأعلنت مدن بدون صفيح، لكن لا زالت هناك مشاكل. السيدة الوزيرة، المواطن البسيط الذي يعيش الهشاشة عندما يأتي إلى المدينة بحثاً عن العيش الكريم، الطبيعة كما تعلم لا تحب الفراغ، يا إما سكن لائق يا إما أنه يدخل في متاهات واحد العدد ديال الأمور. اليوم المطلوب في هذه القضية هو الاجتهاد والإبداع الكافيان في إبداع الحلول، المراقبة الصارمة ومن قبل وبعد البرامج السكنية الناجحة الموجهة لهذه الظاهرة. ثم أتي إلى التأهيل الحضري للأحياء الغير قانونية، وهذا جانب مهم. أعرف كذلك أنه كانت هناك جهود مشكورة، وخصوصا في جانب الاتفاقيات الخاصة بسياسة المدينة. اليوم لا بد أن يستمر هذا الاتجاه، لأن كثير من الجماعات اليوم تنتظر يا إما بناء اتفاقية جديدة إما تفعيل الاتفاقيات الأخرى التي صدق عليها. صحيح أنه قد يكون مشكل ديال العقار، واسمحوا لي نعطينا واحد المثال اخيرا ديال اكادير. عندنا احياء نسميها احياء سفوح الجبال، يعني كارتي بيمو. الجماعه حاولت دير واحد القرض ديال 10 ملاير ديال السنتيم، ولكن مع الاسف مع هذه الظروف تاخر الامر. كذلك العقار تصور معي السيده الوزيره ان اداره المياه والغابات طلبت العمران التي ستقوم بها التجزئه، لان هناك منازل يجب ان ترحل، طلبات 3000 درهم المتر مربع. انا كنظن بان ماشي بهذه الطريقه غادي نحلوا المشاكل، فهذا غير معقول. السيد الوزير، اخيرا اعرف ان لكم اراده ولكم يعني قدره والحكومه كذلك، فسيروا وفقكم الله. شكرا السيد النائب المحترم. المداخله الان لفريق الاصاله والمعاصره، تفضل السيد النائب المحترم. مقصود هادشي صافي. عرضة تيسا قال كاينة في تيسا. تفضل سي النائب.
شكرا سيدة الرئيسة. أولا اللهم ارفع عنا البلاء وهذا الوباء. أكيد إن شاء الله مع تلقيح يمكن نتغلبوا إن شاء الله بشكل نهائي على هذا الوباء الذي أصاب العالم. سيدة الوزيرة تتبعت بإمعان مداخلتكم، لكن يؤسفنا نقول مرة أخرى في فريق الأصالة والمعاصرة أن نعرب عن امتعاضنا الشديد من ما يعرف هذا القطاع قبل مجيئكم وأثناء مجيئكم وقبل الجائحة وأثناء الجائحة من وضعية اشتغال وظروف اشتغال وطريقة تحقيق النتائج والأهداف وطريقة إنجاز الاستثمارات وإنجازها في على الخريطة الوطنية من شمالها إلى جنوبها بمنطق إعداد التراب. هذا المنطق لا زال غائبا للأسف في سياستكم على هذا الجانب. أيضا هذا الركود الذي يعرفه قطاع الإسكان والإنعاش العقاري الذي نعتبره محركا أساسيا للاقتصاد الوطني بكامله من حيث عدد المناصب الشغل التي يحدثها والعائدات الضريبية، وكما يعلم الجميع أن القطاع يعرف كما قلت اختلالات عدة لستم حتى نكون موضوعيين 4 سنين 4-3 الوزراء، هذا مؤشر، هذا يكفي في هذه الحكومة. سيد الوزيرة في هذه المناسبة والمناسبة شرط نؤكد على أن القطاع يحتاج لتدخل سريع لإنقاذه من الأعطاب لكي لا يعرف الشلل التام، علما أن الأرقام المندوبية السامية للتخطيط التي سبق وأن دقت نقص الخطر وكشفت على الوضعية داخل القطاع طبعا الأرقام المعروفة عن الجميع، انخفاض التعاملات العقارية بنحو 56% مصحوبا بانخفاض الأسعار بنسبة 3.3% في الربع الثاني من 2020، كما سجلت أيضا القروض واحد الارتفاع بواحد 1.6%، وهو بالمقارنة مع الوضعية اللي كانت في السابق هو أدنى مستوى لها منذ تقريبا 15-20 سنة. في هذا الجانب أيضا ما غير نقوم بواحد المقارنة مع السنة الماضية، انخفاض قطاع البناء بنسبة كما قلتم وأكدتم ذلك في مداخلتكم 17.0%، كما شهدت مبيعات الإسمنت أيضا تراجع. لا أطيل في هذه الأرقام اللي هي تسائل المنظومة ككل، ولكن بالنسبة لنا أنه في انتظار أنه تكون حلول واقعية من طرف الوزارة وطبعا باقي الأطراف الأخرى المتدخلة في هذا القطاع، يتعين عليكم سيد الوزيرة إعطاء انطلاقة جديدة متجددة لهذا القطاع وإنعاش هذا القطاع لا ديال الإسكان والعقاري بشكل عام، بعيدا عن كل يعني القرارات اللي ما كتكونش فيها مقاربة تشاركية، من خلال وضع خطة طريق لتعزيز وإنعاش هذا القطاع ديال السكن الاجتماعي مع الحرص على جودة العقارات السكنية، لأنه للأسف بعض المنجزات إذا مشينا نزورها فيها إشكالات حقيقية الآن كتعيشها الساكنة. أيضا عندنا السكن، عندنا سياسة المدينة، ولكن بلادنا فيها المدينة حقات مكاسب مع النكرواش، ولكن كاين جزء اللي سميتو المغرب القروي والمغرب الجبلي. للأسف نحن في فريق الأصالة والمعاصرة جبنا مقترح قانون كنا كننتظروا من القطاع الوصي ومن الحكومة أنها تجاوب معنا باش تفكوا الإشكالات الكثيرة اللي كاينة في البناء في العالم القروي. للأسف الحكومة لا أدان صاغية لا تستجيب مع مقترحات القوانين بشكل عام وفي هذا المجال بشكل خاص، على اعتبار أن المقترح القانون اللي جبناه باش يحل لكم مشاكل اللي كتخبطوا فيها كقطاع وزاري منذ سنوات. أيضا واحد الموضوع آخر متعلق بالمساعدة المعمارية، الجهات على المستوى الوطني خصات واحد ارقام ماليه باش يمكن ديك البلانات والرخص تعطى بشكل مجاني للمواطنين في الباديه في الجماعات القرويه والترابيه على المستوى الوطني. ما عرفتش انا واش خرج شي تصميم بالمجان، ما عرفتش واش كاينه هذه الرغبه، علاش فلوس ديال الوزاره واقفه الفلوس ديال الجهات واقفه وما كايناش اراده ديال التفعيل ديال هادشي، هذا اشكال مطروح. ايضا التسويه ديال الوضعيه بعض الاحياء وبعض البنايات هادشي خص يتسرع ويخرج بسرعه، بعض المراسم التطبيقيه اللي مازال ما خرجاتش اللي عندها علاقه بالقانون. هذا المجال ديال البناء والتعمير والاسكان غالبيته كيمشي بالمراسم، في حين ان المجال الخصب اللي خاص يكون فيه النقاش خاص يكون هنا في البرلمان عن طريق القوانين باش يمكن نوقفوا على الوضع، لانه فاش كنجيب قانون وكيمر بالبرلمان وكيمر بالاغلبيه البرلمانيه اللي عند الحكومه، للاسف منطق البناء في فاس ولا في الدار البيضاء ولا في طنجة ولا خص يكون في واحد المنطقة سميتها إقليم تاولات ولا الشوكة إتباها ولا شيشاوة ولا مدينة أو إقليم جغرافي طبيعته جبلية. وبالتالي
البرامج اللي تكلمتوا عليها سيد الوزيره، ما جاش الوقت باش حتى البلديه تمشي لها هذه البرامج، السكن الاجتماعي، السكن الاقتصادي، السكن ديال 14,140,000 250، هذا الشيء ما كتفكروا فيه. كاين المراكز الصاعده، هذه المراكز الصاعده اللي يمكن تحول لي يعني متنفسات للمدن المجاوره، هذا فيه تاخر كبير، اتفاقيات عديده تم توقيعها ولكن لم تنفذ. كاين دي بروجي اللي هما فليشي، كاين بعض الاتفاقيات اللي دارت على الورق وما كتنفذش، وماشي غير في عهدكم، في السابق كاين اتفاقيات عديده تم توقيعها بقات عبر على ورق، ما بقاش ممكن هذا الشيء نستمروا فيه. لذلك السيده الوزيره كامراه على هذا القطاع نتمنى انه هو يكون المخرج كما درتوا داخل الوزاره في مجموعه من المحاولات، هذا الشيء ينعكس. السيد النائب المحترم، وننتقل الى مداخله فريق التجمع الدستوري. تفضل السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة. السيدة الوزيرة المحترمة، تبعنا بإمعان شديد الجواب ديالكم السيدة الوزيرة اللي كيتعلق بالسؤال موضوع النقاش، وإذا كنا نتفق معكم ونتمين العديد من النقاط الواردة في هذا الموضوع هذا، فإن لنا بعض الملاحظات التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار استشرافا لتجاوز بعض النقائص التي تحول دون تحقيق تلك النهضة العمرانية المنشودة من وراء المشاريع البنيوية والمهيكلة. ذلك أن قطاع الإسكان، والتعمير يظل من بين القطاعات الحيوية التي تأثرت فعلا وبشكل مباشر بتداعيات الجائحة، وبالتالي بات من اللازم وضع مخطط استراتيجي يروم توفير سكن لائق للأسر الفقيرة والمتوسطة بالخصوص وبتكلفة مقننة وفق دفاتر تحملات واضحة. وفي هذا الإطار نسجل العديد من الاختلالات التي شابت تنفيذ برامج السكن الاجتماعي، والتي تتمثل في الاستهداف غير الفعال للمستفيدين، ناهيك عن جملة من العوائق التي تعترض القضاء على السكن الغير لائق بسبب ممارسات الاحتيالية للمستفيدين، والاختلالات بالطبع التي شابت تعبئة العقار العمومي والذي تم تخصيص نسبة كبيرة منه في مجالات أخرى غير تلك المتفق عليها. السيدة الوزيرة المحترمة، بخصوص برنامج مدن بدون صفيح، فإننا وكما سجل ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات نعتبر بأن هذا البرنامج لم يحقق غايته الأساسية في القضاء على أحياء الصفيح بعدد من المدن، وهذا راجع لعدة أسباب، ومنها كون التدابير والإجراءات الموجهة للحد من هذه الظاهرة تبقى غير كافية، وذلك في ظل عدم وجود إطار قانوني ملائم للقضاء عليها وعدم فعالية وسائل الوقاية، هذا إلى جانب محدودية آليات إنتاج السكن الاجتماعي الموجه للأسر الفقيرة. وبالتالي يبقى من الواجب العمل على تطوير العرض من خلال تقديم حلول أكثر تنوعاً فيما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي، وكذا التعامل بقدر كبير من الصرامة مع ظاهرة انتشار أحياء السكن غير اللائق أو السكن كما يقال السكن القسطيري. كما أن بعض مناطق المملكة لازالت تعاني من مشاكل في القطاع، إقليم سيدي فني نموذجا كعدم توفر أغلب الجماعات خاصة القروية منها على وثائق التعمير، خصوصا في ظل عدم وجود سند الملكية لجل العقارات، الشيء الذي يطرح صعوبة تطبيق المسطرة القانونية سيد الوزيرة، إضافة إلى التكلفة الباهظة في الحصول على رخصة البناء. أظن السيدة الوزيرة أنه حان الوقت لإعادة النظر في التشريعات والقوانين المؤثرة لهذا القطاع، ووضع تشريع تعميري خاص بالمجال القروي وآخر خاص بالمناطق الجبلية. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم.
الكلمة الآن لفريق الاستقلال للوحدة والتواصل والتعادلية. تفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدة الرئيسة المحترمة، سيدة الوزيرة المحترمة، إخواني أخواتي. سيدة الوزيرة، كنا ننتظر تقديم أجوبة تعكس إرادة سياسية حقيقية لما تبقى من عمر الحكومة بشأن المشاكل والصعوبات والإكراهات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع في مرحلة تدعو إلى تحمل المسؤولية أكثر من أي وقت مضى، مرحلة تسائل الحكومة عن مآل البرامج السكنية التي تستهدف التخفيف من أزمة سكن لائق لجميع المغاربة باعتباره حقا دستوريا، ومعالجة معضلة الدور الآئلة للسقوط وإعادة هيكلة لسكن الغير لائق ومواصلة المشاريع المرتبطة بالتأهيل الحضري والسكن الاجتماعي ومنخفض التكلفة بالعالم القروي. وبالنظر لما تعاني الساكنة القروية من مشاكل مزمنة تتعلق بالتشريعات المضطرة للتعمير، خاصة فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء والإصلاح والترميم وتسقيف المساكن وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لأبناء البادية، بالنظر لخصوصيتها واختلافها عن المدن، الأمر الذي يجعل الساكنة القروية في مواجهة يومية مع السلطات المحلية وأعوانها لتزداد أزمتهم تعميقا أمام مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش والفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وما يترتب عن ذلك من تنامي الهجرة القروية التي لا تخفى مخاطرها في ظل تداعيات الجائحة ومخلفات الجفاف، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم بني ملال وعدد من الجماعات التابعة له. نخص بالذكر للحصر بالذكر جماعة متفردة وجماعة تيزي وجماعة سمكت وجماعة قطاي وجماعة ولاد سعيد وجماعة ولاد يوسف وجميع الجماعات التي نقارنها بالعالم القروي للمدن الكبرى مثل الضربدة وغيرها. فإلى متى ستظل سكنة العالم القروي تعاني من هذه المشاكل اليومية التي لا تحتاج معالجتها إلى اعتمادات مالية ضخمة بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية والتقائية السياسة القطاعية المالية، أم أن قدر هذه الساكنة أن تظل في خندق الحرب الطاحنة مع رخص البناء وطائق التعمير المساطر الإدارية المعقدة البطء في معالجة الملفات وغيرها من الإكراهات التي تحول دون تمكين الساكنة القروية من حقها الدستوري في ضمان السكن اللائق. سيدة الوزيرة المحترمة، إن الأزمة الخانقة التي يعرفها هذا القطاع في ظل الوضعية الصعبة التي تجتازها البلاد تسائل الحكومة عن التدابير المواكبة المتخذة لتمكين مجال العقار من تجاوز الصعوبات والإكراهات الحادة التي يعاني منها، ويساهم في خطة الإنعاش الاقتصادي التي دعا إليها جلالة الملك نصره الله في غياب أي مخطط استعجالي لإنقاذ هذا المجال الاقتصادي الاجتماعي الذي يساهم بأكثر من 14% من الناتج الداخلي الإجمالي ويشغل أزيد من مليون من اليد العاملة، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي تحاول الحكومة من خلالها تأجيل الأزمات والمشاكل المطروحة بدل معالجتها. إن الأزمة سيد الوزير الخانقة التي يعرفها القطاع تقتضي إعادة النظر في السياسة السكنية في شموليتها بشكل تصبح معه قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات ومعالجة القضايا المطروحة وضمان السكن اللائق لجميع المواطنين أينما كانوا وارتحلوا. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. الكلمة الآن للفريق الحركي، تفضل السيد النائب.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب المحترمون، يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الحركي لأتقدم إليكم سيد الوزير بجزيل الشكر على التوضيحات والمعطيات التي تقدمت بها وعلى حجم المجهودات التي تبذلونها على رأس هذه الوزارة وعلى الآفاق والأهداف التي تطمحون إلى تحقيقها، كما أننا نبارك النهج الذي تم اعتماده من طرف وزارتكم بالانفتاح على جهات المملكة، وفي هذا الإطار نتمنى أن تواصلوا هذا النهج التواصلي بزيارة مختلف جهات المملكة، وذلك بالنظر للخصوصيات والإشكاليات التي تعرفها كل جهة، وخصوصا بالذكر جهة طنجة تطوان وخاصة إقليم شفشاون. السيدة الوزيرة المحترمة، أكيد أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد كورونا تستدعي العمل على تغيير نمط إنتاج السكن بالشكل الذي يجعل هذا السكن في المتناول وبتكلفة مناسبة، على أساس أن يتوفر على الجودة المطلوبة ويراعي كرامة وظروف المغاربة في نفس الوقت. ونعتقد أيضا بأن تمكين المواطنين من سكن لائق لا يجب أن يقتصر على التمليك، بل يجب التشجيع كذلك السكن المعد لإيجار كذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الكفيل بتحقيق الإنصاف اللازم من طرف عقد الكراء، وكذا تفعيل نظام تأمين خاص بالإيجارات غير المدفوعة، مما سيسمح بالرفع من عروض السكن المخصصة للكراء وبالتالي التقليص من السومة الكرائية. لذلك سيد الوزيرة، نعتقد بأن قطاع العقار كان من القطاعات المتضررة من داعية جائحة كورونا باعتباره قطاعا مشغلا واجتماعيا، لكنه في المقابل كان من ذلك ضمن القطاعات التي تغلبت على هذه التأثيرات. بفضل الإجراءات التي تم اعتمادها من قانون المالية المعدل، لكن انتعاش هذا القطاع يجب أن تدعم الحكومة بحلول العامين المقبلين على الأقل، لأن هذا القطاع لن يعرف انتعاشته الحقيقية إلا بعد سنة 2023. كما أن مختلف القطاعات مدعوة إلى دعم هذا القطاع وعلى رأسهم القطاع البنكي، ولا سيما على مستوى ديون السكن، وذلك باقتراح نسب فائدة تشجيعية من أجل اقتناء السكن، فلا يمكن تحقيق جاذبية القطاع وتكثيف شراء السكن بفائدة تصل إلى 5%. لذلك في ظل الضرر الناتج عن تداعي جائحة كورونا، سيد الوزيرة، هناك برامج سكنية حيوية نطالب باستمرارها، كالسكن الموجه للطبقة المتوسطة والسكن منخفض التكلفة إلى 140 ألف درهم للقضاء على مدن الصفح والسكن غير لائق. لكن المفارقة هي أن البرنامج سينتهي عمليا في نهاية هذه السنة، في الوقت الذي تتزايد فيه حاجيات المواطنين البسطاء لاقتناء هذا السكن. وهل مجرى السيد الوزيرة وفقكم الله. شكرا سيد النائب المحترم. الكلمة الآن للفريق الاشتراكي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة الرئيسة، السيدة الوزيرة، السيدات والسادة النواب. السيدة الوزيرة المحترمة، لا يخفى عليكم الدور الهام الذي يلعبه قطاع التعمير والسكن في الاقتصاد الوطني، إذ يمثل قطاع البناء والأشغال 6.3% من الناتج الوطني، من ناتج إجمالي الوطني، ويرمي تطوير إلى موازنة العرض والطلب، إلا أن التأثير الواضح لجائحة كورونا أرخى بالدلالي على مستويات تنفيذ ما التزمت به وزارتكم في قانون المالية لسنة 2020، لا سيما مواصلة جهود لتعميم تغطية الجماعات الترابية ذات الصبغة القروية بوثائق التعمير ومختلف برامج السكن. سيدة الوزيرة، إن شح بعض المواد القانونية المتعلقة بالبناء في العالم القروي وتحديداً بالمجالات القروية الغير مشمولة بوثائق التعمير أصبح يشكل في نظرنا كفاعلين ترابيين
عائقا حقيقيا أمام تنمية وتطوير العالم القروي وإعطائه المكان التي يجب أن يحظى بها، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف ونزوح ساكنته نحو المدن وما لذلك من مشاكل اجتماعية واقتصادية وقانونية، مما يفتح الباب أمام استعمال طرق غير قانونية للبناء الغير قانوني بالعديد من مناطق المملكة وتنامي الاحتجاجات وغيرها. الأمر الذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى إيجاد حلول آنية تتجلى في تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي والمرونة في تنزيل القوانين بالإضافة إلى الرفع من المساحة المبنية. سيد الوزيرة، ألم يعني أوان باش نحلوا هذه المعضلة ديال البناء في العالم القروي؟ هاد الناس كتعاني مع الجفاف وحنا كرؤساء كنعيشوا في العالم القروي، راح الوضعية راه لا تمثل الحقوق الدستورية بأي صلة. كي اللي دابا على سبيل المثال كي اللي كيتزوج غير ولدو السيدة الوزيرة وما صيب باش فين كيسكنوا الناس نشوفوا من الحالة ديالهم. حقيقة هذا غادي يكون عنده ارتباط بإرادة سياسية، ولكن حنا كنقدروا المجهود اللي كتبذلوا هذه الوزارة، فكروا بحال ديال هاد الناس. السيدة الوزيرة، إن الحديث عن التعقيدات التي تعرفها مساطر البناء في العالم القروي لا يمكن أن تنسينا متطلبات النهوض بالمراكز الصاعدة، عبر مطالبتنا في الفريق الاشتراكي بتحسين ظروف عيش الساكنة، وذلك بتحديث الطرق وتطوير الساحات العمومية والمجالات الخضراء والمرافق العمومية. وفي نفس السياق، فإن المعايير المعتمدة لتأهيل المراكز الصاعدة من عدمها تبقى محل تساؤل وتطرح العديد من علامات الاستفهام، لا سيما بعدما تم استثناء مجموعة من المراكز. شكراً التي شكراً السيد النائب المحترم. الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تفضل السيد النائب المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى من والاه بإخلاص إلى يوم الدين. السيدة الوزيرة، كما هو معلوم يساهم قطاع البناء والإنعاش العقاري بأكثر من 14% من الناتج الإجمالي، ويوفر أكثر من 1,000,000 فرصة عمل، ويستحوذ على حوالي 30% من الالتزامات المصرفية. لكن المؤشرات اليوم تشير إلى أن التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا على القطاع أثرت بشكل كبير على مبيعات الأسمنت الذي تراجع استهلاكه بنسبة 20% وفقدان ما يزيد على 170 ألف فرصة عمل، ولنا نموذج حي بإقليم سطال كنتوفروا الحمد لله على جوج شركات ديال السيما، كاين واحدة بجامعة عين دربان الحلال بن حمد وواحدة بجامعة تندروس. ملي جات كورونا والخدمة واقفة، نطلبوا الله الله يرفع علينا الوباء. ونعتبر في التقدم والاشتراكية أن البنوك تعد شريكا أساسيا للخروج من هذه الأزمة من خلال تشجيع تمويل الزبناء عبر الاستفادة من كل الإمكانيات التفضيلية المتاحة، واعتماد المزيد من المرونة والتبسيط في معالجة ملفات التمويل، وتشجيعها في زيادة الاستثمار في تمويل السكن الاجتماعي والاقتصادي على الخصوص. وإن كنا نتفهم ظروف الجائحة، فإننا مع ذلك نسجل السيدة الوزيرة المحترمة فتورة وبطء تنفيذ برنامج مدن دون صفيح، مما يزيد من معاناة ساكنة الأحياء الصفيحية التي تفتقر لشروط عيش كريم. كما نقول لكم السيدة الوزيرة، تضمر الأسر بالعالم القروي التي تعاني من صعوبة الحصول على تراخيص البناء، بل هناك اختلافات بين مجال قروي وآخر من حيث الحصول على هذه التراخيص، وهذا فيه حيف كبير خاصة في حق الأسر الناشئة التي اختارت الاستقرار بالعالم القروي. السيدة الوزيرة، في خلال الكلام ديالك شي حاجة ما أنا دوخت لي راسي، مثلا كتقول المساعدة التقنية. احنا عندنا في العالم القروي البلانات كيطلعوا مليون والفوق باش يتصوبوا البلانات مليون، اما الاستمرار السيد باش يدير استمرار باش يحصل على الرخصه ديال البناء كاين خمسه متدخلين، دوك المتدخلين ما كيجاوبوش اكثر من اربعه شهور،
كاين احنا بعض الجماعات مثلا قديم السطات مثلا جماعه مكارطه وجماعه ولاد محمد اغلبيه طبق الطبع ديالها جبالي والسكن المتشتت كاين ما بين السكنه والسكنه جوج كيلومترات كيبني يبغي يبني زريبه كيجي القيد والمقدمي هادو من حقهم لانهم كيتبوا القانون كيتبوا القانون ومن هنا كناشد الساده اخواني البرلمانيين خاصه اللي كيمثلوا العالم القروي احنا جيك من الخط حقرنا بغينا نسكنوا ما كنطالبوا كنا بخدمه ما بغينا نجيو نخيموا في مدن ما بغينا نجيو ناكلوا حوت ما بغينا نسكنوا احنا وليداتنا والسيد باغي يدير زريبه البهيم وكنظن الى عرفتي انت اشنا هي زريبه كتحبسوه وعار هذا وعار هذا وانه المواطن اللي بغي يعيش مزيان خاصو السكن اللائق والصحه الجيده والتعليم النافع وحنا ما كنطلبوا حتى حاجه تكون عندكم الحكومه تكون عندها زرع على الاقل تخرج قانون خاص بالعالم القروي وبالجبال. شكرا السيد النائب المحترم. رد السيدة الوزيرة المحترمة فيما بقي من وقت. شكرا السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. اولا التدخل ديالي ولا الجواب ديالي غيكون على ثلاث مراحل لان من خلال التدخلات ديالكم لمست بان الاولويه ديال الاولويات من خلال هذه التدخلات كانت هي في اتجاه البناء في العالم القروي ثم المراكز الصاعدة ثم السكن في المدن وأيضا كل ما يتعلق بوثائق التعمير أو إعداد التراب بصفة عامة. كنظن اليوم السيدات والسادة النواب المحترمين دوزنا واحد المرحلة اللي خلتنا أننا المسائل اللي كانت كتجينا أننا بعيدة علينا وما نقدروش نديروها اليوم باستطاعتنا أننا نديروها ودرناها اليوم. أيضا من خلال التدخل ديالي الأولاني كما شفتوا كاين مؤشرات اللي كتقول بأن القطاع بصفة عامة ديال البناء وديال الإنعاش العقاري هو قطاع تجاوب مع بعض الإجراءات اللي حنا درناها. هاد الإجراءات بطبيعة الحال كانت إجراءات اللي كتتعلق بكل ما كيهم التدابير ديال الاداره وكيفاش وجدنا الدواسه وما وقفش الدواسه. تبارك الله راه بوندون في عهد الجائحه وحنا خدامين واللي قمنا بالانجاز ديالو من خلال الدراسات اللي قمنا بها في الوكالات الحضاريه راه 11400 دوسيره ما سهلاش ما وقفناش. علاش؟ حيت كنا كنقولوا راه خصنا نوجدوا ما خصناش نوقفوا باش ملي ما تبقاش الجائحه ولا ملي ان شاء الله ربي يهز علينا هذا الوباء نكونوا قادرين اننا نبداو العمل ونشتغل فيما يخص الاقلاع الاقتصادي. واليوم كنشوفوا بان كاين مؤشرات بطبيعه الحال فيما يخص هاد الشيء ديال البناء والانعاش العقاري. وانتم قلتوا بان هاد المؤشرات بعد منهم بحال السيما بحال الكريدي بحال فيما يخص لي زوتوريزاسيون ديال البناء راهما نازلين. هي راهما نازلين ولكن ما نساوش بانهم نازلين ولكن بداو كيطلعوا واحد شويه. وهذا هاد 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 العمليه ديال هاد المؤشرات اللي كتطلع واحد شويه خصنا نتوقفوا عليها وخصنا ناخذوها بعين الاعتبار. بمعنى ان اليوم القطاع ديال البناء والانعاش العقاري قطاع تجاوب مع بعض الاجراءات ومازال غيقدر يتجاوب احسن إلا زدنا دعمنا هذا القطاع. واليوم أنا كنظن بأن جاء الوقت بأن هذا القطاع يكون كنحسبوه من بين القطاعات اللي هي قطاع اقتصادي بامتياز مع العلم أنه عنده تأثير إيجابي على ما هو اجتماعي. دونك كنقول اليوم بأن القطاع هو قطاع بدا كيتناعش واحد شوية ما خصناش نجيو اليوم ونقولوا راه ما خصو حتى شي حاجة راه غادي مزيان. هذه من ناحيه ديال المؤشرات اللي حنا قريناها اليوم. المؤشرات ايضا كتبين
من خلال العدد ديال البرامج اللي حنا كنديروهم ولا اللي كنقوموا بهم في الوزاره، ان فيما يخص البناء راه اليوم المؤشر ديال السيما راه اليوم شجلنا 1.2 مليون ديال الطن، مع العلم ان في نفس الشهر ديال 2019 المؤشر كان هي 1.3 مليون ديال الطن في الشهر. دونك راه حنايا اليوم احنا طالعين باش نوصلوا لديك الظرفيه اللي كنا فيها، اللي هي عاديه اللي كنا فيها. ايضا من خلال بعض المؤشرات اللي بحال الفوغاري وفوغالوش كنشوفوا اليوم بان هذه المؤشرات السياره هي ولات كتعرف واحد شويه الانتعاش من خلال عدد القروض اللي كيمشيو يطلبوا من الناس باش ياخذوا الديور ديالهم. دونك هذا الشيء مين جا؟ راه بحالنا بحال القطاعات الاخرى. هذا الشيء جا بطبيعه الحال بالاجراءات اللي عاونتوا فيها مشكورين، من خلال القانون الماليه المعدل ولا القانون الماليه هذا، وايضا من خلال الثقه اللي حنا رجعناها في ليكو سيستم كامل من خلال العمل ديالنا معهم، وايضا الثقه اللي عطينا المواطنين باش انهم يمشيوا يكملوا في المشاريع ديال الاقتناء ديال الديور ديالهم. هذه بصفه عامه فيما يخص هذه المؤشرات. اليوم ايضا خصنا هاد الجائحه عطتنا واحد الشحنه اللي هي جديده باش اننا نسميو الاشياء بمسمياتها. اليوم الا بغينا نحلو المشكل في المدينه راه ما غنحلوهش في المدينه، راه خصنا نحلوه في الباديه. اليوم الا كان مشكل في المدينه راه هو ماشي مشكل ديال المدينه بوحدها، راه مشكل ديال المجال ككل. ومن خلال طبيعة الحال هاد النظرية هذه اللي هي الحقيقة نظرية خصها تكون كما كنقولوا المعالجة ديالها خصها تكون من 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 الراس حتى كنوصلوا للمدينة، خصنا نكونوا كنديروها بصفة معقلنة. كيفاش؟ إلى جات على خاطركم اليوم المدينة ولا لي بيدونفيل راه الحل ديالهم ما غيكونش في البرنامج بوحدو ديال فيل سون بيدونفيل أو البرنامج ديال دور الصفح. الحل كاين أيضا في البادية، واليوم حنايا في الوزارة وأيضا في الحكومة ككل واعيين بأن هاد المنظومة ديال السكن خصها تكون منظومة كتشمل السكن من البادية حتى المدينة، وندوزو اتخافيغ واحد لي زون اللي كنسميوهم ديك لي زون طومبون اللي هما لي سونتر ايمرجون ولا اللي هما لي فيل الصغيورين ولا المتوسطين. كنظن اليوم الناس اللي بغاو يسكنوا في المدينه خصهم يلقاو فين يسكنوا في المدينه، وخصهم ما يلقاوش غير السكن، يلقاو السكن ويلقاو الاطار ديال العيش في 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 في, في الباديه. الناس اللي بغاو يسكنوا في المدينه ايضا خصهم يلقاو السكن اللائق اللي هو كيتجاوب مع البوفوار داشا ديالهم، وايضا يلقاو اطار اللي غيسكنوا فيه. وحنا كنشتغلوا اليوم كوزاره على هذا المنظور الجديد بمعيه الاعضاء ديال الحكومه، وكنقولوا اليوم اكثر من اي وقت هذه الجائحه غتزيد تفرز الهشاشه. هذه الجائحه غتزيد تخلي الناس انهم يهبطوا من الباديه كما جات على لسانكم والتدخل ديال العديد من النواب المحترمين، غادي تزيد تفرز الهشاشه والناس غيهبطوا للمدينه، غيبغيو يهبطوا للمدينه وغيبغيو يقلبوا على سكن. وبالتالي اليوم النظره ديال السكن اللائق والسكن اللي هو ميسر والسكن اللي هو كيتجاوب مع الخصوصيات، ماشي غير الخصوصيات ديال على حسب القدره الشرائيه ديال الناس، لا، خصوصيات تاع على حسب المجالات. كل مجال ومجال وكل مجال عنده خصوصياته، لا خصوصيات هندسيه ولا خصوصيات ايضا ديال 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 القدره الشرائيه وخصوصيات البناء ايضا. ما يمكنليش اليوم نبني بحال اللي غنبني في كازا والرباط بحال اللي غنبني مثلا في جهات مكناس مثلا فاس مكناس، راه كل جهه وجهه وكل جهه والخصوصيه ديالها. ايضا السكن خصو يتجاوب مع السيبلاج. اليوم كان واحد الاشكاليه في خلال السكن. شنو هو الاشكاليه؟ الاشكاليه هي ان كاين سكن اللي كيتجاوب مع الطبقه الهشه ديال 140 الف درهم، كاين سكن اللي كيتجاوب مع الطبقه الاجتماعيه ديال 25 درهم 25 الف درهم، ولكن من 25 الف درهم حتى 60 70 مليون ما كاين والو.
250,000 درهم ما كاين والو. اليوم باش نشدو هاد السلسله كامله ونبداو من السكن الطبقه الهشه سنوصلوا للطبقه المتوسطه اللي هي ناقص ولا الطبقه المتوسطه زائد، لا بد اننا نوضعوا في السوق هاد النوع من السكن، وحنا كنشتغلوا عليه اليوم مع المنظومه المحليه ومع جميع المتدخلين في هذا القطاع. جات على لسانكم جات على لسانكم ايضا التدخل اللي كيهم البناء في العالم القروي. ما كنظنش انا اليوم كاين شي مغربي غادي يبغي يزيد بيت باش يسكن ولده ولا يفرق الكانون كما كنقولوا وما يقدرش يديرها. راه اليوم حنا كنا منخرطين على اننا اليوم البناء في العالم القروي ما خصوش يكون عنده تاثير بديك البناء اللي كنعرفوا حنا، لان كاين الناس اللي كيبغيو يبنيو في العالم القروي شي حويجات اللي هما ماشي هادشي اللي كتهضروا عليهم، وكاين بناء في العالم القروي اللي هو اجتماعي. حنا ما كنقولوش حنايا خصنا نوقفوا البناء في العالم القروي اللي غيحل الاشكاليه الاجتماعيه. حنا اليوم بصدد العمل على هذه النقطه بالذات، ورحنا كنوجدوا حنا كنوجدوا على اساس ان تكون واحد الاقتراح ديال القانون باش يحل هذا المشكل ديال السكن. وما ننساوش بان فاش قدمت قلت بان 85% ديال الناس اللي كيطلبوا لي زوتوريزاسيون راه كيطلبوها للسكن الفردي، لان بغى انه يزيد شي بيت ولا بغى يزيد سطح ولا بغى يزيد حوش ولا بغى يزيد شي حاجه ديالو في دارو. دونك اليوم راه حنا كنشتغلوا على هذه النقطه، وايضا كنحاولوا اننا قبل نسرعوا في 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 ديك القضيه اللي قلتو ديال التسهيلات ديال الاجراءات ديال لوتوريزاسيون في 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 البناء في العالم القروي. كاين ايضا بعد التدخلات اللي جات على التصاميم. اليوم حنا في التصاميم حنا فتنا لونغاجمون ديال الغوفرنمون في التصاميم، رحنا اليوم 606 الوغ كو لونغاجمون كان هي 600 بلان. اليوم حنايا في 606 ديال البلانات اللي هي واجده، ومازال غنزيدوا ان شاء الله، وتونغاجينا على اننا غنزيدوا واحد 100 بلان واحد اخر. كنظن بان من ناحيه ديال التغطيه ديال 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 التصاميم حنا رحنا وصلنا للبرنامج الحكومي وفتناه. اليوم واش خرجوا هاد البلانات ولا ما خرجوش، هذا سؤال كيطرح نفسه. راه اللي كيخرج البلانات راه ماشي اعداد تراب بوحده، راه المجموعه ولا المنظومه المحليه كلها خصها تعمل على اننا نسرعوا في هذا الاخراج ديال هاد التصاميم، لان هي اللي غتحد لنا اولا من المشاكل اللي كنعيشوها اليوم فيما يخص هذوك اللي كارتي اللي كيخرجوا في لانفورميل في الديور اللي هي كتبنا في هذه المضاربات العقاريه الى اخره. اليوم حنا كنقولوا خدامين وكنشتغلوا كنا كاع ديك التصاميم اللي هي اليوم واقفه انها تخرج تشوف 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 النور، لان هي فيها الحل لهذا الشيء اللي كنعيشوه اليوم كامل. ايضا كان سؤال اللي كيخص الرؤيه المستقبليه ديال هذا برنامج السكن. الرؤيه المستقبليه هي رؤيه مبنيه على واحد التشخيص جد دقيق من هذا الشيء اللي عشنا فيه هذه 10 سنين ولا اكثر من 10 سنين. التشخيص كيقول بان اليوم هذاك لو ديفيسيت راه هو نقص من 1,200,000 ل 334 وحده. دونك داكشي اللي داز راه هو خلانا اننا ديك الديفيسيت نقصوا منه، ولكن كاين بعض المشاكل اللي حنايا لمسناها في هذا البرنامج اللي حنا اليوم كنحاولوا اننا تكون فيها واحد النظره جديده وندخلوا فيها واحد شويه ديال التجديد، واحد شويه كما كيقولوا ديال لينوفاسيون، باش يخرجوا مشاريع سكنيه كتلائم مع الوضعيه الحاليه وكتلائم ايضا مع القدره الشرائيه ومع لي سيب الكاملين. اليوم ما يمكنش واحد الشاب يخرج من 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 المدرسه ومن الجامعه ولا من يكون عنده ديبلوم ويخرج خصو بالخرجه بانه يلقى الخدمه ويشري دار. علاش هذاك المسكين لو جون ولا ديك الشاب ولا الشابه ما غيخرج من المدرسه ويلقى حتى هو واحد المنتوج اللي كيتجاوب مع القدره ديالو، مثلا الكراء بواحد الثمن اللي هو مرفوق، وحنا كنشتغلوا على هذا الشيء بيضمن انه استطاع انه يكون عنده واحد الدخل اللي كيسمح له انه يدفع
في دار ويشري دار. حتى هادشي راه هو داخل في التصور الجديد اللي غيسمح لنا اليوم اننا نهضروا على ديك البرنامج السكن الميسر للجميع اللي كيكون فيه جميع الشرائح ديال المجتمع قادره تلقى واحد المنتوج اللي كيتناسب معاها. كاين ايضا المراكز السعيده شكرا اللي قدمناها بطبيعه الحال مرارا في في في, في هذه القبه المباركه، وكنقولوا بان المراكز السعيده هي ايضا حل باش ديك الناس اللي غيهبطوا مثلا من القرى باش يمشيوا يقلبوا على خدمه في المدينه يقدروا يلقاو هذيك الخدمه في المراكز السعيده. اليوم المراكز السعيده راه خص النظره ديال الناس تكون نظره انتغري، كنا نكونوا خدامين عليها. مركز السعيد ماشي هو مركز فيه غير دار الامومه ودار الشباب، مركز السعيد راه خصو كيخلق للثروه، مركز السعيد خصو يكون واحد المركز اللي كيخلق فرص الشغل. وبالتالي طبيعة الحال فاش غيكونوا الناس كيقلبوا على شغل ماشي بالضروري يهبطوا حتى للمدن الكبرى، راه غيخصهم يلقاو الشغل في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الاقليم ديالهم، خصهم يلقاو الشغل في الدائرة في قراب من الدائرة ديالهم في واحد الجماعة ولا في واحد المركز الصعيد اللي غيخليه انه يبقى في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في المحور اللي يسكن فيه، واوميم طون يلقى داكشي اللي خاصو كامل باش يقري وليداته وباش يسكن وباش يخدم وباش يلقى اطار عيش مناسب لداكشي اللي كيطلبو. المراكز السعيده اليوم كما قلت راه كاين واحد 77 مركز سعيد اللي هو ديجا ايدنتيفي اللي قمنا بالحصر ديالو. كاين ايضا واحد الجزء الاخر اللي فيه 100 مركز سعيد، الا قمنا بهاد 177 مركز سعيد اطرناه ودرنا له واحد المنظومه اللي كتجاوب مع المتطلبات ديال الساكنه، لا من حيث الشغل ولا من حيث السكن ولا من حيث جميع المرافق اللي كيحتاج لها المواطن وهذا حقه، اكيد اننا غادي نكونوا ضبطنا ديك المنظومه اللي هي كتمشي دو بوتون بو كما كنقولوا من المجال القروي حتى المجال الحضاري. وبالتالي كنظن بان اليوم مجال باش نكمل بالنظره ديال اعداد التراب، اعداد التراب او تدبير المجال خصو يكون غادي كياخذ بعين الاعتبار جميع المجالات بصفه كما كنقولوا مندمجه، ماشي نخمو نديرو سياسه ديال القرى والجبال بوحده وسياسه ديال المدينه بوحده وسياسه ديال المراكز السعيده بوحده. هذه سياسه خصها تكون سياسه مندمجه كتخلينا اننا نشوفو كيفاش ندبروا هذاك المجال. واليوم ما كنهضروش على مجال قروي ولا مجال حضاري، اليوم كنهضروا على سياسه مجاليه اللي كتاخذ بعين الاعتبار كل 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 المجالات اللي كاينه اللي كاينه على صعيد الوطن. وشكرا. السيدة الوزيرة على حسن مساهمتكم. بهذا نكون قد أنهينا جدول أعمالنا لحصة الأسئلة الشفهية لهذا اليوم، ونمر لتناول الكلمة وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، مع العلم أن الرئاسة توصلت برسالة من الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان تخبر فيها بأن الحكومة غير مستعدة للتفاعل مع هذين الطلبين المبرمجين لهذه الحصة، ولكن عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 152 تمت برمجة الطلبين. الكلمة للمتحدث الأول عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها لمعالجة أزمة تشغيل الدكاترة المعطلين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيدة النائبة المحترمة. السيدة الرئيسة، للأسف الموضوع اللي كانت حدثوا عليه هو واحد الموضوع سميته التشغيل، وصاحب الجلالة في إحدى الجلسات هنايا لما ترأسها في بداية الدخول قال بأنه الشغل هو أم المشاكل وأم الإشكالات اللي كيخص تنعكف عليها الحكومة، ولكن ما جاتش الحكومة معناه أن الشغل بالنسبة لها ماشي مهم. الشغل سيدة الرئيسة، السادة النواب المحترمون، ديال الأطر المعطلة اللي هي حاملة لشهادات عليا هما الدكاترة اللي كانت حدثوا عليهم سواء في العلوم الإنسانية علم النفس الاقتصاد وما إلى ذلك، أو في العلوم
الحقاك الرياضيات والكيمياء والفيزياء من اللي خرجوا على برا ولاو كيشكلوا مجد ديال ديك المناطق اللي مشاو ليها. هاد المشكل ديال العطالة ديال هاد الأطور هذا كيجعلنا نفكروا وكيجعلنا نتأكدوا، بالرغم من أنه السيدة الوزيرة أنا فرحت قبيلة لما قالت بأن الإنسان هو الأساسي في التنمية، ولما بقى السيد الوزير أيضا كيتكلم بكل حرقة على واحد المجموعة ديال الأطور اللي كنضيعوها، كنضيعوها لأننا لا نعيرها انتباها، كنضيعوها لأنه ما كنديروش واحد السياسة مندمجة لتشغيلها والاستفادة منها. النتيجة إلا جينا نتحدثوا فيها بمنطق الربح والخسارة، هادو استفدوا من التعليم المجاني والتعميم ديالو وخسرات فيهم الدولة واحد الميزانية. لما الدولة ما كتستوعبهمش في إطار تشغيل كتكون فقدت على جوج المستويات، فقدت ميزانية ورأس مال مالي، وفقدت أيضا رأس مال بشري. للأسف للأسف اليوم كنشوف أنا منصف السلاوي كيتكلم بالإنجليزية في إحدى القنوات، وهاد الأيامات أيضا تم تكريم واحد العالمة مغربية سميتها هاجر المصنف في وومن تيك، لأنها اخترعت واحد الروبو سميتو شامة، وهذه كلها هي حنا ما قديناش نستوعبوهم وما قديناش نحاوليهم. شكرا سيدة النائبة المحترمة. الكلمة للمتحدث الثاني عن الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 عن الفريق الاشتراكي، تفضل السيد النائب المحترم. شكرا سيدة الرئيسة. احنا تقدمنا بهذا الموضوع في إطار المادة 152 من النظام الداخلي بتاريخ 4/12/2020، والهدف ديالو كان هو في اطار الحديث والاستعداد ديال البلاد ديالنا لاطلاق الحمله الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كورونا، على انه تجي الحكومه في شخص السيد الوزير ديال الصحه وتوضح للمواطنات والمواطنين وتجاوب على واحد المجموعه ديال الاسئله المرتبطه بهذه الحمله. اللي كان واحد السؤال كيتطرح اللي الان اصبح متجاوز، هو السؤال ديال المجانيه اللي الان هي واقع باراده ملكيه ساميه، لكن كاين السؤال ديال الاجباريه، السؤال ديال الاستعدادات ديال الماديه واللوجيستيكيه لانجاح ديال هذه العمليه، الاثار ديال هذا اللقاح والمده الزمنيه اللي غادي يستمر، كيفاش الاولويات. كنت تكلموا على الناس اللي في الواجهه هما اللي غتكون عندهم الاولويه. كنا نتمنوا، لان الاساسي هو اننا بالنسبه الينا كنا نريد من السيد وزير الصحه انه يكون حاضر ويوضعنا امام صوره ما يتم الاعداد له، لان كيف ما كان الحال المواطنات والمواطنين كينتظروا الاجوبه حين تكون تاتي بصيغه رسميه يكون افضل، لان كاين المعلومه متوفره لدى المواطنات والمواطنين، كاين القيل والقال، لكن حين تكون المعلومه رسميه تصبح هي المتداوله حتى بالنسبه لوسائل الاعلام، ليس بناء على فرضيات او ما يتوقعه البعض او بعض المعطيات التي تاتي في حين واخر. الان المطلوب ونحن وبلادنا مقبلة على هاد الحملة الوطنية الكبرى، لأنه يكون واحد توضيح في هذا الجانب. علاش؟ لأن المسألة ترتبط كذلك بالتعبئة الوطنية لإنجاح ديال هذه العملية من قبل المواطنات والمواطنين، من الانخراط ديالهم والإقبال ديالهم على مراكز التلقيح من أجل التلقيح، لأن هذه المسألة هي أساسية، خاصة في ظل بعض الخطابات اللي كتشكك واللي كتجعل كاين واحد النوع ديال التوجس والتردد. المفروض على ان يكون واحد الخطاب واضح اللي ما ممكن يكون الا الخطاب الرسمي اللي يشرح للمواطنات والمواطنين، باش تكون تعبئه قويه، لان اذا كان الرهان على واحد بضع اسابيع من اجل انجاح العمليه فيجب ان يتم ذلك. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم، شكرا للجميع. ضل السيد النائب. سيد الرئيس، صحيح حنا كنطبقوا صحيح حنايا كنطبقوا النظام الداخلي سيدة الرئيسة فيما يتعلق بمادة 152، لكن أرجوك أن تناقشوا في المكتب مسألة حضور الحكومة. لا يعقل أنه في التعقيبات الإضافية ما كاينش القطاعات، يلاه كنديروا جوج، وحتى المادة 152 ما يحضروش. فلذلك يدج على خاطركم أنه في المكتب يتخذ موقف حاسم لتوجه لرئاسة الحكومة. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. سيد الرئيس تفضل.
للأسف السيدة الرئيسة أنه تناول كلمة في آخر الجلسة منصوص عليها في جميع في القائمة في النظام الداخلي وفي الحكومة ماشي لأول مرة كتهرب من الجواب. فلذلك أنا أقترح مع الإخوان على الإخوان بما أن الحكومة تهربت واختفت خلال هذه الجلسة نمشي بحال نحتاج الحكومة إن شاء الله الآن نرفعوا الجلسة حتى تكون الحكومة مستعدة باش تجي وغادي نرجعوا حتى حنا. شكرا. تفضل السيد الرئيس. السيدة الرئيسة في نفس التوجه هذه ثالث جلسة والحكومة ما كتحضرش باش تجاوب مع السادة النواب في إطار هذه المادة. إضافة إلى ذلك حنا تجنبنا في الجلسة أننا ندير نقطة نظام فيما يخص التعامل ديال الحكومة مع هذه المؤسسة. يجب إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة لأنه اليوم كنلاحظوا بأنه في المداخلات ديال الحكومة وحنا كنقوموا بالعمل الرقابي ديالنا أغلبية ومعارضة. بلينا كنشوفوا أن الحكومة هي اللي كتسأل السادة النواب. أي منطق هذا؟ إلا ولات هذه الفلسفة الجديدة ديال المراقبة فيجب علينا إعادة النظر في المنظومة بأكملها. وعدم تجاوب الحكومة مع السادة النواب من الأسئلة الشفوية ولا الكتابية ولا الحضور، حتى الحضور اليوم كنشوفوا أصبح حضور ديال الحكومة في الجلسات ديال المساءلة فهو هزيل جدا عن أي بناء مؤسساتي نتكلم. شكرا السيد نائب المحترم. شكرا. تفضل السيد نائب المحترم. شكرا السيدة الرئيسة. في نفس السياق وقد نبهنا لذلك في الأسبوع المنصرم يجب احترام هذه المؤسسة واحترام القوانين المؤطرة ببلادنا وعلى رأسها الدستور والنظام الداخلي لهذه المؤسسة. أيضا اليوم أيضا احنا في محطة تناول الكلمة مادة 52 لنحيط بعدم القضايا الراهنة اللي ما خصش عليها الوقت سكون راهنة حضور الحكومة للتفاعل، ولو أن النظام الداخلي كيعطينا أحقية أن نقدموها في غياب الحكومة بعد مرور الجلسة الأولى إلى الثانية، لكن اليوم عيب وعار أن الحكومة ما تحضرش أو ما تضامنش مع بعضها البعض والحكومة متضامنة، وبالتالي نحن نزكي في المجموعة النيابية ما جاء به الزملاء، وعلى رئاسة المجلس أن تقوم بدورها وتراسل السيد رئيس الحكومة ليقوم بواجبه. شكرا لكم. شكرا السيد نائب المحترم. شكرا. تفضل السيد نائب. اش تصالحوا. شكرا سيد الرئيس. الاخواني اخواتي كنطلب منكم باش تكون واحد الجلسه خاصه تقييم المستجدات حول الدبلوماسيه المغربيه حول الوحده الترابيه، تقييم بالحضور السيد وزير الخارجيه السادة النواب، ونحن بغينا نطلعوا على هذه المستجدات اللي عرض مؤخرا واحد العدد ديال المسائل. وشكرا سيد النائب المحترم. شكرا للجميع. تفضل السيد رئيس. صالحوا السيد الرئيس وكنعاودوا نفس الاخطاء. هذه القضيه دابا ديال القضيه الوطنيه واش ولات فيها المزايده؟ باش خصنا نديروا لك طلب ندير لك نقطه نظام ونقول لك غادي نديروا واش هنا اللي كيتقرر هذا الشيء؟ راه الرؤساء مع الرئيس اللي كيقرروا هذا الشيء، راه المكتب ديال المجلس اللي كيقرر هذا الشيء. ما يمكنش شي واحد يبقى يجي زايد علينا في القضيه الوطنيه. ما يمكنش السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. نرفع هذه الجلسة وننتقل مباشرة إلى الجلسة التشريعية.